سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسى الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسى الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسى الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسى الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته أما بعد في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عن تطبيق القواعد السلفية في الصفات الربانية تلك القواعد التي درسناها ويعني تعرفنا على عدة قواعد نضبط بها فهم السلف الصالح كل قاعدة لها عدة محظورات واستوعبنا ذلك من خلال عدد كبير من المحاضرات تقريبا هذه المحاضرة رقم 15 لما أعتقد نعم اليوم احنا عايزين تطبيق عملي نعرض بعض القضايا لكي نرى كيف يستطيع الأخ اللي درس هذه القواعد استوعبها استيعابا جيدا أن يميز منهج السلف الصالح في هذه القضايا أول قضية من القضايا اللي هنطبق عليها القواعد السلفية مسألة الإيمان بالعلو الفوقية بين السلف وبين الخلف يعني ماذا قال السلف فيها ماذا قال الخلف وكيف تستوعب الأدلة بصورة بسيطة كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احنا بدأنا مسألة العلو على اعتبار أن مسألة العلو هي أكثر المسائل التي أخذت واستحوذت على قدر كبير
من تراث السلفي أو تراث المخالفين في باب الاعتقاد. يعني مسألة العلو وإثبات علو الله عز وجل على خلقه، هذه المسألة أخذت وقتا طويلا صراحة وكلاما كثيرا، وتراها في كتب التراث بشكل عجيب. ونحن نريد أن نعرض المسألة بشكل يتناسب أولا مع فطرتنا ومع عقولنا، وقبل ذلك يتناسب مع الأدلة النقلية التي وصف ربنا تبارك وتعالى نفسه بها. في بعض العناصر لابد أن نغطيها إن شاء الله عز وجل. حنستعرض النصوص النقلية في مسألة العلو والفوقية، تفسيرها السلفي مع دفع التعارض العقلي، دفع التعارض العقلي الذي يراه بعض الناس يقول لك في تعارض بين النصوص والأدلة، ونبحث عن سبب ادعاء التعارض. احنا طبعا خدنا أصول أن لو حصل تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين لا ثالث لهما. الأول عدم ثبوت النص، عدم ثبوت النقل، والثاني عدم فهم العقل للنقل. هنعرف الكلام ده عملي. أيضا هنضرب بعض الأمثلة لن نضربها من التراث، لأن طبعا التراث أقصد بالنسبة للقدامى من المخالفين زي الرازي والجويني والشهرستاني من اللي اتكلموا في مسائل الصفات بمنهج الخلف، ولكن نريد الواقع، أمثلة واقعية. كتاب مثلا انتشر بين الناس، مع احترامنا لإخواننا، أنا عايز أقول حاجة قبل ما أبدأ، ليس معنى أننا نتحدث عن منهج الأشعرية أو منهج المتكلمين الخلف الذين يزعمون أن منهجهم هو منهج أهل السنة والجماعة أن هؤلاء نحكم عليهم بفسق أو بكفر أو ما شابه ذلك، أبدا والله. ومن فهم ذلك فقد أخطأ ونقل عنا ما لم نقله. هؤلاء إخواننا نتفق معهم مع ما آمنوا به من خبر الله تبارك وتعالى ونفذوا أمره، وما خالفوا فيه فذلك بسبب حسن نيتهم في تنزيه الله فأخطأوا وقدموا عقولهم على كتاب ربهم في هذه المسائل، ثم نظروا إلى كتاب الله من خلال رؤيتهم العقلية ونقول هذا خطأ، لأن العقل لو أدخل نفسه في باب الخبر ها تحصل إيه؟ بدع العقيدة. بدع العقيدة سببها تقديم العقل على النقل في باب الخبر، ولو قدم العقل على النقل في باب الأمر تظهر بدع الإيه؟ العبادات. فنحن نريد أن نأخذ بأيدي إخواننا وأن نعلم أنفسنا كيف نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس إلا. فإن قلنا إن فلان قال هذا لا يعني أننا نحاربه أبدا، ولكن القضية أننا ننبه إخواننا إن كنتم تحبون شيخكم فالنصيحة تقدم لكل شخص، لأنه ما فيش معصوم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد. ديننا مبني على قضية بسيطة في الإيمان المجمل لعامة الناس، وهي أن نصدق خبر الله وننفذ إيه؟ أمره. الخبر يصدق والأمر ينفذ، هذه هي العقيدة ببساطة شديدة بدون لا تعقيد ولا شيء من هذا القبيل، وهو لن يختلف معك في هذا. طب لما نيجي بقى نشوف الواقع ونطبق عملي، هذا ما نريده من خلال القواعد التي درسناها، وأيضا فيه بحث سوف نكلفكم به، وهذا لازم على أساس أن احنا من فترة سايبينكم كده، يعني كل أسبوع المفروض يكون في دراسة على الأقل 10 صفحات تكون بها أو تلخيصها أو تجمع من الكتب المختلفة، فلن نترككم بعد الآن إن شاء الله عز وجل. الدراسة عبارة عن إيه؟ أنت هتجمعني أنا بس من الكتاب والسنة، اللي عنده حاسب هيلاقيها سهل قوي، يقدر يجمع من المكتبة الشاملة أو من الموسوعات الموضوع بسهولة. إحنا عايزين البحث عن أوصاف عرش الرحمن من خلال ما ورد في القرآن وثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أوصاف عرش الله عز وجل. جمعنا الأوصاف دي بأدلتها وبطرقها ما استطاع، وياريت بقى تكون انت ايه يعني اللي درسوا الحديث يبان منهج الحديث في كلامهم، بحيث يتحرى ما يجيبش حديث ضعيف ولا يجيب حديث من هنا، لا، كل ما يتعلق بالعرش وأوصاف العرش في الكتاب والسنة هذا نريده بحثا. يستطيع الأخ إن شاء الله لو اللي عنده خبرة على الحاسب أو كمبيوتر يبعته لنا عن طريق النت، ما فيش إشكال ولا حاجة، على البريد الإلكتروني، أو إني يسلم لفضيلة الشيخ عادل الشربجي حفظه الله. نبدأ بإذن الله تعالى في المسألة المتعلقة بمسألة العلو. في مسألة العلو وردت نصوص شرعية،
نصوص نقلية، نصوص سمعية. النقل يعني السمع، الخبر، الوحي، كتاب والسنة، الآثار اللي وردت. الشرع يطلق أيضا في باب العقائد على النقل. وردت نصوص، هذه النصوص تجيب عن سؤال لا مناص من أن نعرف الجواب عنه. السؤال هذا يأتي في قلوب العام وفي قلوب الخاص، يسألون عن رب العزة والجلال أين الله. هل هذا السؤال خطأ؟ ألا يحق لكل إنسان أن يعرف معبوده، أن يعرف أين هو؟ وهل لو سألت بأين يبقى أنا أخطأت فعلا، لأن أين المكان وكل من كان في مكان فهو محصور. هذا السؤال ضروري، ورسولنا صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لها أين الله، وحنعرف الكلام ده الآن. فتعال نشوف ماذا تقول أدلة النقل. بعض الناس يدعي أن أدلة النقل متعارضة. هذا السؤال أين الله، الإجابة العقلية عنه ما تنفعش. يعني يعني لو واحد انفرد بعقله في الإجابة عن هذا السؤال دون أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، أو قلنا أن في أن لواحد مثلا لم يقرأ كتابا ولا سنة وقلنا له احنا عايزينك تجاوب على هذا السؤال، الكل خالق، يقول لك نعم أنا معترف أن يكون له خالق، أين هو؟ وتركناه إلى عقله. هل يستطيع أن يعطيك إجابة مقنعة بعقله؟ أبدا لن يستطيع. لكنه لو رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله يتلمس الإجابة من خلال ما جاء عن طريق الإيه؟ الأخبار. يعني ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه وعن وصفه أين هو؟ فهذا السؤال الإجابة عليه ما بيكونش عن طريق النقل، عن طريق العقل، بتبقى عن طريق إيه؟ النقل اللي هو الكتاب والسنة. يعني ما أقدرش أجاوب على السؤال ده بعقلي، الإجابة لازم تكون عن طريق الخبر. ليه؟ لأنك تسأل عن الله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، نحن ما رأيناه، فكيف أتعرف على شيء خارج حدود مدارك الإنسان؟ والله تبارك وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه إيه؟ مسؤولة. يبقى أنا هجاوب على الكلام ده إزاي؟ ما هعرفش. ولذلك يا إخواني كل اللي حيأتي من أدلة هي من قبيل الخبر، والخبر يتطلب إيه؟ التصديق. فلو تعددت الأدلة وكثرت وظهر في عقلك التعارض، المفترض أصلا طالما هي جت في الشرع أن أصدق خبر الله عز وجل وأن أصدق خبر الرسول، يبقى لابد أن تؤمن بهذه الآيات كلها. نسمع مثلا على سبيل المثال، تجد أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه فقال الرحمن على العرش استوى، في أكثر من آية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الإيه؟ على العرش. هذا النص، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. أيضا في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، تكرر الآيات. فهنا خبر عن الله تبارك وتعالى أنه الرحمن الذي استوى على إيه؟ على عرش. أين العرش؟ وردت روايات سوف تأتينا بالتفصيل لما تعرفوا، طبعا نقول لكم على أساس هتعرفوا الكلام ده في أوصاف عرش الرحمن لما تعملوا الدراسة أو البحث، ده جانب لازم يكون إيجابي من طرفكم، فهتعرفوا من ضمن الأدلة إن العرش فوق الماء وكان عرشه على الماء بنص القرآن. وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرشه على الإيه؟ على الماء. طب أين الماء؟ الماء فوق السماء، السماء السابعة، يعني في سبع سماوات فوقنا، نعم، وفوقنا مباشرة السماء الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى قال عن السماء الدنيا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب دي كلها موجودة في السماء الدنيا ونحن على الأرض، والله تبارك وتعالى قال الرحمن على الإيه؟ على العرش استوى. دي آية. طيب آية تانية بتقول أأمنتم من في السماء، يبقى ربنا مرة يقول إنه هو على العرش ومرة تانية يقول إنه هو فين؟ في السماء. أهو أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم إيه؟ حاصبة. وأيضا حديث معاوية ابن الحكم السلمي
معاوية أول مرة يروح يصلي تقريبا أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة جماعة، فما هوش عارف الأحكام يعني، فصلى بين الناس فواحد عطس في الصلاة، فمعاوية قال لهم يرحمك الله. أخوالك إزاي؟ قال له يرحمك الله. فهو بيتكلم يعني الصلاة، أثناء الصلاة ما فيش مخاطبة للآخرين. فبقول هنا بينما بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم، يعني يبصوا عليه يعني كأني ارتكبت حاجة فيها مخالفة. فقلت وثكل أمي يا ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، من هم في الصلاة طبعا عشان ينبهوه. المهم هو فلما رأيتم يصمتوني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني صلى الله عليه وسلم. لكن بين له الحق، إن هذه الصلاة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير إلى آخر الحديث. لكن هو طبعا لما كلم النبي عليه السلام فصارت زي ما تقول يعني من حبه لرسول الله ان لو حصل له مشكله يجي يسال الرسول عليه السلام. فحصلت مشكله بتاع الجاريه، قال وكانت لي جاريه ترعى غنما لي قبل احد والجوانيه، الجوانيه اسم مكان موجود حتى الان في المدينه المنوره. فاطلعت ذات يوم فاذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها. ده كلام مين؟ معاويه، والحديث في صحيح مسلم. وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سققتها يعني ضربها على وجهها، لطمع على وجهها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسققتها سكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. فأتيته بها. شوف الرسول بيقول لها إيه، ده كلام مين؟ نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير الخلق وأفضل الخلق عقلا وفهما وإدراكا ووعيا وبلاغا عن ربه. يعني ما فيش واحد يجي يعدل عن النبي عليه السلام، رسول لو قال شيئا نؤمن به ونصدقه. فقال لها أين الله؟ اللي بيسأل أين مين؟ رسول السلام. أين دي للمكان ولا للزمان؟ طيب نشوف المسألة بعد شوي. قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم اختبرها فسألها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان وأنعم بها من شهادة. يعني الشهادة دي ما خدهاش دكتور في جامعة ولا أستاذ دكتور ولا واحد يعترض على الرسول عليه السلام ويقول لك لا ده العقيدة ما ناخدهاش من واحدة جارية جاهلة ما بتفهمش حاجة، دي واحدة عربية، احنا ناخد عقيدتنا من بعض الناس يعني يقول هذا. وكلمني يعني شخصيا لما قلت له حديث الجارية قال لي احنا ناخد عقيدتنا من واحدة جهلة جارية عامية، ده ما درستش في مدارس وتعرف حاجة. سبحان الله، الرسول قال لها اعتقها فإنها ايه، لكن شهادش الدكتور في جامعة. يا اخواني يعني احنا بنشوف تصديق خبر الله، إن كنت صادقا في قولك لا إله إلا الله فصدق خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام مش محتاج كلام كتير. طيب آية أخرى، يبقى دلوقتي واحد يقول لك بقى دلوقتي احنا عرفنا من الآيات ديت إن ربنا على العرش وربنا في السماء، نعم. وآية أخرى يقول فيها وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبقى الآية دي معناها إن ربنا في السماوات وفين؟ وفي الأرض. فواحد بيقول لك استنى بقى دلوقتي الحكاية كده دخلت يا شيخ في حاجة كأنها تعارض، هو على العرش ولا في السماء ولا في السماء وفي الأرض؟ طب خذ اللي بعده، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه؟ إله. قل لا بقى كفاية كده، قل استنى بس كفاية إيه؟ ده خبر ربنا، تقول المفروض تقول أنا أؤمن بكلام الله والعيب فين؟ في عقلي في فهمي، هو ده المفترض، المفترض من الفهم اللي كان عليه أصحاب النبي عليه السلام أنهم لو سمعوا خبرا عن الله أو عن رسوله صدقوه، ولو سمعوا أمرا فتقولش لا كفاية لا ده الحكاية كده بقى ليه، هي حاجة تقيلة عليك، حاجة صعبة، حاجة ما تتفهمش، لا أقول أنا اللي مش فاهم تبقى أفهمها إزاي، هو ده الصح. أفهم القضية إزاي، نوضح لك المسألة. طيب
طب لما تسمع بقى قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه؟ رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. يبقى دلوقتي بقى هو على العرش ولا في السماء ولا في السماء والأرض ولا في كل مكان، ولا مع الثلاثة ولا مع الأربعة ولا مع الخمسة ولا مع الستة، ومعكم أينما كنتم. بسم الله. والآية بتقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو إيه؟ معهم. والله تبارك وتعالى قال عن نبيه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله إيه؟ معنا. فين اللي حد يقول لك لا؟ يعني لو واحد يقول لك يبقى هو في الغار، طبعا أنا مش عايز أقول لك، اللي يقول لك اللي هو في الغار يبقى حاجة تانية، لكن هو القضية إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن قوله لا تحزن إن الله معنا، لما قال النبي إن الله معنا ما فيش حد من الصحابة أبدا فيهم إنه في الغار. ليه؟ إيه السبب كده؟ هنعرف بعد شوية. وبعدين تسمع آية أخرى بتقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن إيه؟ أقرب إليه من حبل الوريد. وقال سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إزاي بقى يعني؟ خلي بالك، إزاي إن ربنا يبقى على العرش وفي السماء، في السماء والأرض، أخي بالك إزاي، ويكون مع كل إنسان وأقرب إلينا من حبل الوريد إلى غير ذلك من معارضة في النصوص؟ هل بينها تعارض أبدا؟ إحنا قلنا نحن نؤمن بمعاني هذه الحقائق، نعم، ولا نسأل عن كيفيتها، نعم، لكن المعاني اللي بنتكلم عنها هل بينها تعارض؟ أبدا. ليه؟ لأنهم عندما يقرؤون في كتاب الله يجدون الآيات اللي بتجمع بين هذه المعاني. يعني شوف الآية اللي بتقول إيه: هو الله الذي، في سورة الحديد، هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يبقى ربنا هنا فين؟ على العرش. وبعدين وضح لك حكاية الايه؟ السماء والأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج ايه فيها. يبقى أفهم من كلمة وما يعرج فيها اللي ربنا على العرش، وأي حد طالع طالع فين؟ الله تبارك وتعالى. وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، هو فين؟ فوق العرش. الآية نفسها مفسرة. فهم هم عارفين كويس جدا إن لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر شيء الحقيقة في أذهانهم أنه فوق سبع سماوات فوق عرشه. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النبي عليه السلام يوحي وتفهم منه من خلال خبره أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. يعني تعالوا نشوف مثلا أشهر واحد دلوقتي موجود في قضية العقيدة وحتى الآن اللي بينسب إليه المذهب الأشعري، أبو الحسن الأشعري. لك أنا أشعري، كلمة أشعري أو الأشعرية هم مذهب أهل السنة والجماعة. طيب الأشعرية مذهب أهل السنة والجماعة، إحنا مع بعض ونعرف حكاية الإيه المذهب أهل السنة والجماعة اللي بيتكلم عنه الإمام أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري عقيدته تختلف عن عقيدة الأشعري. يعني الأشعرية لهم عقيدة عقلية يسموا نفسهم أصحاب المدرسة العقلية، يقدمون فيها العقل على النقل، يقدمون الآراء العقلية الكلامية على النصوص النقلية اللي هي الكتاب والسنة. أما أبو الحسن الأشعري نفسه فقد كان على الطريقة السلفية التي يقدم فيها النقل على الإيه؟ على العقل. فإن أردتم أن تكونوا أشعرية بحق نسبة إلى هذا الرجل فدرسوا للناس اعتقاد أبي الحسن الأشعري. إنما أنتوا سايبين كلام أبي الحسن الأشعري وجايين تدرسوا للناس كلام عقلي، كلام يعني لا نفهم منه أبدا حقيقة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قرأنا في كتاب البيجوري في المحاضرة الماضية، مش كده برضو؟ تعالوا شوفوا أبو الحسن الأشعري. الكتاب المشهور في آخر ما كتب أبو الحسن الأشعري كتاب الإبانة عن أصول الديانة. وكتاب الإبانة أنا أنصح كل طالب علم ممن يسمعنا أو يرانا الآن،
كل طالب علم يقرأ كتاب الإبانة عن أصول الديانة. يا ريت طلبة العلم أو الشيخ يعني تحاول توفروا له طلبة العلم وتقرأوا. ليه؟ لأن دي الحقيقة. إحنا عايزين إيه؟ عايزين إن الإمام أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري الذي تنسب إليه طائفة تمثل الآن أكثر من 80% في العالم الإسلامي الأشعرية، وجميع المؤسسات في العالم إلا النزر اليسير مثلا ممكن يكون في السعودية أو بعض دول الخليج، جميع المؤسسات في العالم بدرس مذهب الأشعري اللي هو المذهب اللي عليه الرازي والجوين والشهرستاني وأبو حامد الغزالي، لكن مذهب الأشعري نفسه في الإبانة والله لو درسوه لأحسنه. ماذا يقول أبو الحسن الأشعري في الإبانة عشان يجمع بين هذه النصوص؟ احنا طبعا هنقف عند كل نص ونعرف تفاصيله، لكن تعالوا شوفوا أبو الحسن الأشعري بيقول إيه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الكلام ده يا اخوانا عشان تتأملوا في كلام الإمام أبو الحسن الأشعري. إن قال قائل، هو بيقول في كتاب الإبانة صفحة 105، إن قال قائل، صفحة 105 بتحقيق الدكتورة فوقية حسين، هو التحقيق رائع وجميل يعني، كانت رسالة أظن ماجستير أو دكتورة لها، وكان الكتاب ده بيوزع علينا في المقررات في الكلية يعني، كان من ضمن المقررات كتاب الإبانة عن أصول الديانة أيام ما كنا في كلية الدعوة أصول الدين في المدينة المنورة. قال أبو الحسن الأشعري: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به. طيب، كما قال الرحمن على عرشه استوى، وقد قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. رفعه فين؟ إلى الله. وربنا فين؟ فوق عرشه كما أخبر. وقال: يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى حكيا عن فرعون لعنه الله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول أبو الحسن الأشعري: كذب موسى عليه السلام في قوله إن الله سبحانه فوق السماوات، وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. لاحظوا بقى اللي جاي اهو عشان ده هيجمعه، يبقى هو على العرش وفي السماء، فكيف يجمع بين هذه النصوص ويبين هذه الأشياء؟ يقول: فالسماوات فوق العرش. معايا يا اخواني؟ يقول السماوات فوق الايه؟ العرش. فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء؟ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء، وأعلى سماء إيه؟ قولوا يا أخوانا العرش. هذا نص كلامه، قوله: لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، يعني ربنا في داخل السماوات، يقول آمنتم من في السماء لا يقصد إن هو في داخل السماوات أبدا، وإنما يقصد إن هو على العرش، لأن الله تبارك وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى الله تعالى ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن إيه؟ نورا. جعل القمر فيهن نورا، لم يرد ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ده كلام مين؟ نفس عقيدة الصحابة وما كانوا عليه، حج على كل أشعري. فأقول لك أنا أشعري، قل له إيه رأيك في الكلام ده؟ لأن مرة أذكر إحنا جلسنا مع مجموعة من الأساتذة والمشايخ، كنا في المنصورة زمان من حوالي 16 أو 15 سنة تقريبا، وكنا جالسين مع بعض، فالإخوة ساعة ما قرأت عليهم الكلام بتاع أبو الحسن الأشعري هذا كأن أول مرة شفوه، هم قاعدين يقولوا لا، ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل وجود وليس على عرشه، واللي يقول إن ربنا سبحانه وتعالى على عرشه يبقى مشبه العرش، أمال يعني الرحمن العرش استولى؟ لك استولى، أخي بالك إزاي؟ يا جماعة دي مش عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول لك لا، الأشعرية هم أهل السنة والجماعة. طب إيه رأيكم في كتاب الإبانة عن أصول الديانة؟ قالوا ماله؟ ده كتاب الحسن الأشعري.
بصوا فيه وشوفوه، أخذوا طلعوا فيه كده كأنه أول مرة يشوفوه. فلما قرأت الكلام صراحة بوهتوا، والأخ قال لي حتى منهم كان راجل شيخ كبير مش عايز أذكر اسمه، ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظه إن كان حي، ولأن كان له وقفة طيبة صراحة، والوقفة الطيبة يذكر فيها بالخير الشيخ عبد المجيد صبح لعلكم تعرفونه. قال والله أنا أول مرة أقرأ هذا الكلام، وطالما دي عقيدة أهل السنة والجماعة فأنا مؤمن بها، وهذا دليل على أن الشخص يعني طالما أنه هو صادق في نيته فسيجتمع معك، سيجتمع معك. فقال أنا أول مرة أشوف. فلما قرأ الكلام استغرب أبو الحسن الأشعري يقول هذا نعم، فقرأته كل واحد يمسك ويقول لك كأني يعني الكلام فعلا أول مرة يقرأوه. لكن أنا بقول دلوقتي وإنتوا كلكم سمعيني أن كتاب الإبان عن أصول الديانة هو الذي يمثل عقيدة أبو الحسن الأشعري، وله رسالة اسمها رسالة أهل الصغر، حققها أستاذنا الدكتور محمد السيد الجلان في تحت عنوان أصول أهل السنة والجماعة، رسالة جميلة أيضا فيها معتقد أبي الحسن الأشعري، يريد برضو رسالة إن وقعتم عليه، لكن كتاب الإبانة أهم وأعظم من غيره. اسمعوا كده أبو الحسن الأشعري بيقول إيه. وقد قال قائلون من المعتزلة، عارفين المعتزلة ولا مش عارفينهم؟ أظن كده خدنا فكرة عن المعتزلة. والجهمية والحرورية، الحرورية فرقة من فرق الخوارج، لأن الخوارج ماشيين على المذهب الأشعري حتى اليوم، يعني في سلطنة عمان على المذهب الإباضي، والإباضية مذهب مذاهب الخوارج، فالمذهب الرسمي هناك هو زي المذهب الرسمي هنا، في حكاية ان هو المذهب هنا مذهب أشعري في باب الصفات، في باب الصفات. ولذلك في كتاب اسمه الحق الدامغ عامله تقريبا واحد من العمانيين له مكانة، فكل الحجج اللي جايبها فيه اللي بتوزع على الناس بشكل كبير جدا عبارة عن كلام يتكلم عنه أبو الحسن الأشعري على أنهم حرورية وجهمية معتزلة. يقول إن معنى، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية، إن معنى قول الله تعالى الرحمن والعرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان. وبقول الكلام ده موافقهم ولا بينكرهم؟ ينكر عليهم. يعني أبو الحسن الأشعري بينكر ولا بيوافق؟ بينكر. عظيم. وجحدوا أن يكون الله تعالى مستو على عرشه كما قال أهل الحق. كلام مين ده يا إخواني؟ أنا مش جايب حاجة من عندي عشان ما حدش يزعل. وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء. هو ربنا قادر على العرش بس ولا قادر على السماء والأرض وكل مكان؟ لما يخص العرش بالذكر طالما إن استوى معناها ملك وقهر وقاد وعنده القدرة على هذه الأشياء؟ وبعدين يقول لك إيه، والأرض لله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى قادر عليها وعلى الحشوش. الحشوش اللي هي أعزكم الله مواضع الغائط، الأماكن النجسة. ما هو ربنا قادر على كل شيء، طب الأماكن القذرة والنجسة يبقى ربنا سبحانه وتعالى قادر أيضا عليها على حسب كلامه وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو تعالى مستوى على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأكذار، لأنه قادر على أشياء مستول عليها جميعا. وإذا كان قادر على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله تعالى مستو على الحشوش والأخلية، يعني الأماكن النجسة، هل يصح أن ربنا الرحمن العرش استوى؟ تم هو برضو قادر على كل شيء، إذا كان هو استولى على الأشياء، استولى على العرش واستولى على الأماكن النجسة، ينفع تقول ربنا مستو على الأماكن النجسة؟ لما لم يجز هذا عند أحد من المسلمين علمنا أنه لم يجز أو لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها. وزعمت المعتزلة والحرورية أن الله تعالى في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش وفي الأخلية، وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أنا حبيت أقرأ الكلام ده بالذات عشان يقول لك أنا على مذهب الأشعرية، قل له الأشعري بريء منك ومن مذهبك أبدا، لأن أبو الحسن الأشعري يقول له
ربنا سبحانه وتعالى فين؟ يقول لك في كل مكان. في كل مكان يعني هو في الحمام يقف ساكن، ما بيعرفش يرد عليك خالص. ليه ساعتها بقى يقول لك يا اخي ما تتكلمش في الموضوع ده، الموضوع ده بيعمل خلاف. يا دكتور محمود احنا هو الكلام ده هيتبنى عليه عمل؟ يا اخي دي عقيده، هو في عمل هينفع بغير عقيده؟ ان ما كانش عندك عقيده تنزه بها الحق سبحانه وتعالى، ولا تخلطه بالذات والاقدار والامثال، ولا توحد الله في وصفه الذي وصف نفسه بانه على عرش استوى، وتقول لي ان هذا لا يبنى عليه عمل؟ كيف هذا؟ ان ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، ده عقيده الجهميه. هل هو في الحمام هيقف ساكت؟ طيب ماشي. نيجي بقى لايه؟ للمسائل اللي احنا عايزين نعرضها ونتكلم عنها. قبل ما اتكلم على كتاب برضو من الكتب المشهوره، سنقف وقفه عند هذه الايه. الرحمن والعرش استوى، استوى معناها على وارتفع فوق عرش. وعلمنا من خلال كلام الامام مالك لما قال وسئل عن الاستواء، سئل عن الاستواء ولا عن كيفية الاستواء؟ خلينا نتكلم بدقة. الرجل الذي جاء يسأل ويقول الرحمن على العرش إيه؟ كيف استوى؟ طبعا السؤال عن الكيفية لن يستطيع أن يجيب عليه مالك ولا غير مالك. ليه؟ لأن السؤال عن الكيفية سؤال عن شيء غيبي أنا ما شفتوش ولا شفت له مثيل. فأطرق الإمام مالك وعلاه الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء معلوم. ما معنى الاستواء معلوم؟ معلوم معناه، أحسنتم، إن معناه معلوم وواضح، لغة عربية فصحى. استوى معناها على والإيه؟ وارتفع فوق عرش. الرحمن والعرش استوى معناها على وارتفع فوق عرشه. طب كيف استوى؟ الاستواء له كيفية ولا ملوش؟ أسمعها، الاستواء له كيفية، ما فيش خلاف بين السلف الاستواء له كيفية أبدا. ولكن هذه الكيفية هل يعلمها أحد من البشر؟ أبدا. إنما يعلمها رب العزة والجلال. يعني في كيفية حقيقية، ولو نفيت الكيفية وقلت ما فيش كيفية أصلا، يبقى أنا نفيت الاستواء من أصله. وهذا ما يسعون إليه، بل يظنون أن السلف الصالح قالوا الرحمن العرش استوى، قالوا استواء بلا كيف، يعني بلا كيف موجود، ان ما فيش استواء اصلا. اهو الايه لها معنى، انا ما اعرفش معنى، ما لهاش معنى، اقول لك ما لا اعرف معناها. استواء لا نعلم معناه، هل هذا فهم السلف؟ هل قالوا استواء لا نعلم معناه، ولا استواء نعلم معناه ولا نعلم كيفيته؟ نعلم معناه ولا نعلم ايه؟ كيفيته. هذا ما قاله السلف الصالح. فالامام مالك غضب على السائل لانه سال على المعنى ولا على الكيفيه؟ الكيفيه. لكن المعنى لازم حد يعرف، المعنى ده نزل بلغه العرب، ولذلك لابد ان يترجم. بالمناسبه طالما جينا لمساله ترجم، انا قلت لكم مره على القصه بتاعت المنتخب من التفاسير، فاكرينه؟ انا جبت المنتخب معي، دي اهدهولي المترجم ابو شبان، دكتور ابو شبان، هو اللي ترجم كتاب المنتخب من التفاسير، وده طبعا وزاره الاوقاف المصريه. المنتخب من التفاسير، الفطره بتقول ان الايات القرانيه لازم يكون لها معنى. هو ربنا هيختمنا بكلام بلا معنى؟ يعني الرحمن العرش استوى لها معنى ولا ملاش معنى؟ لها معنى. انما هتقول ان مذهب السلف استواء بلا معنى، ده كلام لا يعقل ولا يقبل. استواء نعلم معناه لانه نزل بغض العرب وكلام عربي. اللي ما يفهمش المعنى واحد بس، ان يكون واحد انجليزي ما قرأش المنتخب او قرأ كتاب تاني. ففي الحاله دي هيسأل يقول له يا جماعه ماذا يعني الايه استوى، او يسأل ترجم لي. فلما يترجم له هيترجم له الكيفيه ولا المعنى؟ المعنى. يبقى لازم كلام يكون له معنى. فلو جه يسأل الامام مالك ما معنى استوى على العرش، فمن حق اي شخص ان يسأل عن ذلك، هيقول له معناها على وارتفع فوق عرشه، استوى على عرشه، رحمن، وأضاف اسم الرحمن لما فيه من معاني الرحمة العامة والرأفة العامة بأنه أوجد الخلائق وفيهم من يكفرون به ويرزقهم لعلهم يتوبوا أو يحققوا الحكمة من خلقهم. فالمهم أنا في يوم رحت هذا الرجل على أساس أنه كان هيترجم لي كتاب اسمه الحقائق العظمى في حياة الإنسان، هيترجمه لي وراجع معي بعض الأشياء حتى في الغلاف على الأقل يعني. فجلست معه في منزله، وساكن في الدور 12 تقريبا على النيل، وكنا قاعدين فوق. فالمهم بيقول لي ايه، انا عايز اسالك سؤال يا دكتور محمود، بس الله يبارك فيك،
السؤال ده مهم جدا وشيء في نفسي. قلت له خير. فقال لي الآية اللي بتقول الرحمن على العرش إيه استوى سورة طه. بعد إذنك نفتحها. لا بس ده بس شوية نبعدها شوية. أيوة أنا حبيت أنني أجيبها لكم على أساس تشوفوا العجب في المسألة دي. أنا لما جيت أترجمها هم كاتبين إيه؟ الرحمن العرش استوى سورة طه صفحة 469 من النسخة المترجمة بالعرب بالإنجليزي، نسخة عربية والإنجليزية، على اليمين العربي وعلى اليسار الإيه؟ الإنجليزي. فالآية رقم 5 الرحمن العرش استوى كاتبين فيها إيه؟ عظيم الرحمة على ملكه استولى. ربنا على ملكه إيه؟ استولى. فهو بيقول أنا لما جيت أترجمها معناها إن كان في بداية الخلق، القارئ الغربي يعني لما ترجمها على حسب المعنى دي هيفهم ان في بدايه الخلق كان في حاجه كبيره اسمها العرش وفي الهه كتير بيتشاجروا او يتقاتلوا او في بينهم خلاف، اخي بالك ازاي على هذا الشيء، فمنهم واحد غلب وقهر الباقي واستولى منه على عرشه. وهذا الكلام يعني غريب، هيقول يبقى اصل الكون عند المسلمين وثنيه، كان في آلهة كتير وفي واحد غلب الثاني، وهذا لا يقصده الحق سبحانه وتعالى في كلامه ولا انا فهمه. فرجعت لتفسير ابن كثير، فلما رجعت لتفسير ابن كثير وجدت ان ابن كثير بيقول استوى على عرشه معناها ايه؟ على وارتفع فوق عرشه. النسخه الانجليزي بقى ايه؟ رقم 5 الرحمن هو سيت هيم سيلف، معلش هقولها بالانجليزي، هو سيت هيم سيلف يعني ايه؟ هو الذي استوى، ده معنى ايه؟ طبعا انتوا عارفين انجليزي او منكم من يعلم، استوى على عرشه on the throne super mice أو ميسي على حسب رأيتي المحدودة في الإنجليزي يعني and domination and of jersey and mercy. هو عايز يقول إيه بالنسبة لجلست مع آخر إخواننا بتوع الإنجليزي عشان يأكدنا المسألة، يقول إن الرحمن استوى على عرشه معنى هيت مسيلف يعني ايه؟ على عرشي او استوى على عرشي، هذا معنى الترجمة، استوى على عرشي، ما قالش ايه؟ استولى برحمته العظيمة ورأفته العامة بالنسبة لسائر الخلق، وجاب الكلام ده من تفسير ابن كثير. فهو سألني صراحة قال لي أنا ترجمتها النسخة الإنجليزي غير العربي بس ما قلتلهمش. فهتلاقي النسخة العربية أشعرية والنسخة الإنجليزية سلفية. أنا صراحة قلت له والله أنت أحسنت إذ فعلت ذلك، لكن لابد أن تخبرهم بذلك وتقول لهم أنا ما أقدرش أترجمها، تحملوا أنتم المسؤولية إنما أنا ما أتحملهاش. أنا جبت المنتخب من التفسير على أساس دي واقعة حصلت معايا شخصياً، لأن هو لا يقبل هذا ولا الشخص هيقبل بفطرته إن يكون رحمه الله استوى كلام بلا معنى، لأن لازم يكون له ترجمة. فالمعنى هيصل للقارئ الغربي إزاي؟ هم أرادوا أن يصل إلى القارئ الغربي أو الشرقي أو المسلم بمعنى استولى. والرجل صاحب الفطرة السليمة قال ما ينفعش، فترجمها بمعنى ايه؟ استوى على وارتفع فوق عرشه فسبحان الملك. نرجع الى الآية الرحمن على العرش ايه؟ استوى. عرش الله تبارك وتعالى له معنيان. المعنى الاول، وده حجبولنا طبعا في الدراسة او البحث اللي بقولكم عليه، المعنى الاول سقف المخلوقات. العرش في اللغة بيجي كده، معنى السقف هو الذي أنشأ جنات إيه؟ معروشات. معروشات يعني إيه؟ لها أسقف يعني، والمقصود بالجنات هنا الحدائق يعني. والعرش يأتي بمعنى سرير الملك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن سليمان وعن ملكة بلقيس، والهدهد لما قال وجئتك من سبأ بنبأ إيه؟ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فالعرش يأتي بمعنى سرير الملك. فينا احنا كبشر العرش يقتضي الجلوس وتحكم عوامل الجاذبية الأرضية، القوانين اللي هي قوانين اللي بيسموها قوانين نيوتن لكل فعل ايه؟ رد فعل. وده قوانين وضعها الحق سبحانه وتعالى في خلقه، اكتشفها نيوتن، لكل فعل رد فعل، ماشي. فمن هنا بسبب هذه القوانين يظهر معنى الحمل. لو واحد جالس على كرسي مفتقر اليه، لان لو سحبت الكرسي من تحته هيقع، فهذا يحصل في استقرار وغير ذلك من هذه الأشياء. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للاستواء على العرش في حق المخلوق. طب ربنا لما يقول الرحمن على العرش إيه؟ استوى. عرش الله تبارك وتعالى يجمع بين الوصفين، الأول أنه سرير الملك. واحد يقول لي يبقى معنى كده شبه سليمان أو شبه الإنسان، نقول له لا، سلامتك وسلامت الأزهار، إنك ربنا سبحانه وتعالى الرحمن العرش استوى فتتصور استواء مخلوق.
يقول لك ما هو الاستواء يبقى كده. نقول هو الاستواء عند التجرد غير الاستواء عند التقييد، مش كده برضه؟ ما من شيئين فاكرين ولا نسيتوا الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق. عايزين القواعد تظهر، تظهر اثرها. كلمه استوى، انا لما اقول استوى ولا اذكر اي شيء بعد ذلك، استوى مين اللي استوى؟ انا ذكرت، ما كلمتش حاجه، استوى وسكت. فاقول له مين اللي استوى؟ اللي والله كلمه طلعت وخلاص، انت هتتعلق على ايه؟ استوى وخلاص يا اخي، مين دي؟ اللي هي كلمه كده نقول لا ده كلام مجانين، مش كلام عقلاء. كلام العقلاء كانت تقول لي مثلا ايه، الانسان استوى على العرش، ماشي، يبقى انا فهمت استواء ايه، انسان يخضع لقوانين الجاذبيه الارضيه. لكن لما تقول للرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ اقول لك والله دي حاجه لازم اشوفها بعيني، او اشوف واحد شبهه او مثيل واقول لك شبه فلان، واحنا لا شفنا ربنا ولا شفنا له ايه مسيح. فهو لما يقول الرحمن العرش استوى، تيجي انت تتخيل استواء انسان ليه؟ لما تتخيل استواء انسان عند الحديث عن استواء الرحمن؟ فالعيب في ذهنك وليس في القران. ربنا يقصد الرحمن ويريد الرحمن، الايه ظاهره في حق الرحمن وليس في حق الانسان. فيقول لك لا اصل الظاهر باطل. ليه؟ هو بيتكلم عن الانسان ولا بيتكلم عن الرحمن؟ قولوا يا اخوانا عن الرحمن عز وجل. فلما تيجي بقى مشايخ كبار، طيب وقت العشاء ان شاء الله عزيز نتابع. ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا انه على عرشه، فقال الرحمن على عرشه، الرحمن على عرش استوى. قلنا ان العرش له معنيان، المعنى الاول وهو يجمع بين هذين المعنيين، ان العرش في اللغه هذا مقتضى، لكن بنتكلم على العرش في اللغه بيبقى معنى مجرد. لو قيد بالمخلوق فاتخيل وصف المخلوق، لو قيد بالخالق واضيف الى الخالق فهل نستطيع ان نتصور كيفيه الخالق سبحانه وتعالى؟ ابدا. ما رايناه وما راينا له مثيلا، فالله عز وجل على عرشه كما اخبر. طيب عرش الله تبارك وتعالى سقف المخلوقات، لأن أعلى شيء في المخلوقات العرش، والعرش فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة، والجنة تحت العرش بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله واليوم الآخر وصام رمضان وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أم جلس في أرضه التي ولد فيها؟ قيل يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فإذا سألتم الله فسألوه الإيه؟ الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. يبقى العرش في المعنى اللغوي سقف المخلوقات او اعلى الشيء، فهو سقف لجنة الفردوس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك ازاي؟ كيفيتها ايه؟ ده بيسال عن كيفيه غيبيه، وهل الكيفيه الغيبيه يسال فيها عن كيف بقياس شمولي ولا زي ايه بقياس تمثيلي؟ احنا قلنا الحقائق الغيبيه والصفات الالهيه لا تقاس لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه شمول. عارفين قياس التمثيل والشمول نسيتوه؟ تفكرون قياس التمثيل هو ايه؟ الحاق فرع باصل حكم جامع لعله، ده قياس التمثيل. ما اعرفش اطبق الكلام ده على ربنا، ما اعرفش اقول ان ربنا فرع والانسان اصل وقيس الفرع على الاصل واحكم بينهم بالتماسك، ما ينفعش. طب قياس الشمول، قياس كلي على جزء، قواعد تطبق على البشر فاجي اطبقها على ربنا، اقول كل اللي بيتكلم يبقى له لسان، وكل اللي على استواء او كل من له استواء فهو محمول، اجي اطبق الكلام ده على ربنا سبحانه وتعالى وقانون نيوتن اطبقه على رب العزه والجلال؟ ابدا. لا يقاس على خلقي لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه، ولكن يقاس بقياس الاولى، قياس الاولى، لان الله قال ولله المثل الايه الاعلى. فالله تبارك وتعالى عرشه في السماء عظيم كريم الى اخر ما ستبحث عن اوصاف عرش الله، فوق الماء. والعرش فوق سقف الجنه. الكيفيه بالنسبه لوضع العرش من الجنه ما احناش عارفين، دي كيفيه غيبيه، لكن نؤمن بذلك ونصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
لان هو دي هي دي العقيده، العقيده مبنيه على تصديق الخبر. فاللي اخبر بكده مين؟ الرسول عليه السلام. حديث متفق عليه ان العرش سقف جنه الفردوس وهو سرير الملك. ومعنى سرير الملك اي الذي يستوي عليه الملك. يقول لك يلزم منها الجلوس، لا ده يلزم الجلوس عندنا احنا مصطلح عامنا تقولوا عليا وعليك، انما عند ربنا ما ذكرش هذا في حقه. يقول لك ده لازم لاني بشوف الانسان. طب ده عرش مين؟ عرش الرحمن، مش عرش ايه؟ انسان. فانت ليه هتيجي على عرش الانسان حكم على عرش الرحمن؟ وبعدين هل في واحد يضع قوانين وبعدين يجي يقول للناس ما تطبقوهاش علي، طبقوها بس على البشر، فيجي اول ما تطبقها يطبقها على من رعاها؟ انتوا فاكرين البواب؟ فاكرين ولا نسيتوه؟ عايزين نطبق القواعد يا اخوانا. واحد عنده شركه ومؤجر او موقف اثنين عمال من البوابين، قال لهم اي واحد يدخل الشركه ديت صاحب المصنع. اللي ضربنا فيه المسؤول ده صاحب مصنع، وقال للجماعه البوابين اللي على المصنع ما تدخلوش حد المصنع لما طلع الكارنيه. فجاي صاحب المصنع عشان يدخل يقول وقف طلع الكارنيه. يا جماعه انا اللي قايل الكلام ده. قول لا هو كده، انت مش قلت لنا هيتطبق عليك وعلى اي واحد جاي. سبحان الله، هم بيعملوا الكلام ده؟ في واحد عاقل ممن يقول بان لازم نقيس على الخالق سبحانه وتعالى بهذه الاقيسه قياس التمثيل والشمول؟ لما يخلي بواب عنده والبواب ده اول ما يدخل له وقف، ما انتش داخل العربيه الا لما تطلع الكارنيه. ابدا، ده بيرحبوه بسعاده البيه، جه افتح يا ابني البوابه وبتاع، لا بيقولوا له في كارنيه ولا يحزنون. سبحان الله، يعني في البشر لا يقبلون على انفسهم ويريدون ان نطبقها على رب العزه والجلال. المقاييس اللي بتحكم البشر يقول لك ايه هي دي الظاهر، ظاهر ايه؟ اسمع كده يا اخوان، الكتاب اللي انا هتكلم عنه اكثر من المحاضره ان شاء الله عز وجل، كتاب الشيخ طه عبد الله عفيفي اللي هو كتاب حق الله العباد وحق العباد على الله لانه منتشر، وايضا كتاب الدين الخالص بتاع الشيخ امين محمود خطاب السبكي. اقول الكلام ده ليه؟ لان لازم اخواننا سواء كانوا في الجمعيه الشرعيه او في غيرهم يغيروا، ما عادش ينفع. الامه الان لابد ان تعود الى ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انما الكلام ده جايبينه منين؟ اسمعوا ماذا يقولون. والذي اريد ان اوقفك على مذهب السلف والخلف في المتشابه. المتشابه اللي هي ايات الصفات، هي متشابه باعتبار المعنى ولا باعتبار الكيف؟ يعني واحد يقول لك ايات الصفات محكمات ولا متشابهات؟ اسمع، محكمات فين؟ في المعنى، متشابهات فين؟ في الكيفيه. انما كلها كده متشابه في معناه وكيفيته، محدش يعرفه؟ لا، ده مذهب التفويض الذي يدعونه على السلف، والسلف منه براء. قال والذي اريد ان اوقفك على مذهب السلف والخلف في المتشابه حتى لا تنحرف عن التوحيد الخالص، عشان كده يسميه الدين الخالص. فحسبي ان اسوق اليك هذا السؤال. السؤال ايه؟ السؤال دي موجه الى الشيخ امين محمود خطاب السبكي، ونقلوا عنه الشيخ حق الشيخ طه عبد الله عفيفي في كتاب حق الله العباد وحق العباد على الله صفحه 97. بيقول ناقشنا شخص في مكان الله سبحانه وتعالى، ونحن نعتقد ان الله تعالى ليس له مكان، فأبى إلا أن الله في السماء مستدلا بحديث الجارية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجارية أين الله؟ فنرجو التفضل بشرح هذا الحديث، وهل يجوز الأخذ بظاهره؟ وحاشا أن نعتقد ذلك. الجواب من الشيخ أمين محمود خطاب وأيضا من الشيخ طه عبد الله عفيف، أن سلف الأمة وخلفها اتفقوا على أن الآيات والأحاديث المتشابهة مصروفة عن ظاهرها. هل الآيات اللي وردت في الصفات على ظاهرها ولا مصروفة عن ظاهرها؟ على ظاهرها، بس مش الظاهر اللي في أذهانهم، لأن هم بيقولوا الظاهر عندنا إيه؟ استواء المخلوق ومكان المخلوق ووجه المخلوق ويد المخلوق. ساعة ما يذكر أي وصف حق الله هو يتصور إنسان. طب يا أخي وربنا بيخبرك عن نفسه، أنت اللي خليك تخيل إنسان. يقول لك هو ده الظاهر يا شيخ، ظاهر ايه؟ ولا السلف فيهم الكلام ده ابدا ابدا، ولا واحد منهم ساعه ما يسمع ايه يقول لك يعني يجي في نفسه كده معقوله ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى له وجه ويد وكلام من ده، والرسول يجيب لنا الكلام ده؟ ولا واحد اعترض، ولا واحد قال النبي عليه الصلاه والسلام ازاي؟ ابدا، كلهم امنوا بان الله على ما وصف، وان وصفه ليس كوصف البشر، ليس كمثله شيء، وهو الايه؟ السلام. ودي الفائده من القواعد السلفيه اللي درسناها، انك تعرف تميز مذهب السلف الصالح، ان الله يخبر عن نفسه وعن وصفه، لا يخبر عن وصف المخلوق، فتقول له هو ده الظاهر من الايه؟ الظاهر
ما أراده الله من الآية أنه يقصد نفسه واستواء هو. فهتقول لي إزاي؟ إزاي دي قياس تمثيل وشمول؟ ما أعرف إسهاد عشان أقول لك إزاي لازم حاجتين، ها؟ أشوفه أو أشوف له إيه مسيح، وإحنا لا شفنا ولا شفنا له مسيح. فأنا أصدق بهذه الحقائق ولا يعلم كيفيتها الحقيقية الموجودة إلا رب العزة والجلال. هذا مذهب السلف باختصار بسيط وشديد، وأظن ما فيش واحد من الحاضرين الآن عنده إشكال في فهم هذه المعاني. يعني ما شاء الله شوف المسجد بمن فيه، ما فيش واحد سيقع في قلبي غير مذهب السلف الصالح. ليه؟ لأنه أحس بالأساس الصادق الذي يتوافق مع الفطرة والعقل والنقل. المهم بيقول ايه؟ خليك ويانا هقول لك المصروف عن ظهر لقوله تعالى ليس كمثلي شيء. يعني هو بيحتج بقوله تعالى ليس كمثلي شيء، واحنا برضو بنحتج بقوله تعالى ليس كمثلي شيء، بس ايه الفرق بين ده وده؟ تعرفين المثل افتكروه اضربوه للاخرين، لما واحد وقف وسط الناس يقول ابني ما حدش زيه، ما حدش زيه في ايه؟ ولا له اي صفه. ابنك ما حدش زيه في ايه؟ ولا له اي صفه. يا سلام، يبقى انت كده مدحته. ولا تقول ابني ما حد ازاي في ايه؟ تقول في علمه، في اخلاقه، في ذكائه، اخبرك ازاي في تفوقه. يبقى انت كده افردته بصفه ولا بلا صفه؟ قولوا بصفه. انما ان تفرد الله بلا صفه في مساله يقول لك لا، اول واصرف. اصرف ايه؟ هو ربنا اراد ان تثبت الصفات ولا تنفيها؟ الله تبارك وتعالى اراد منا ان نثبت ما اثبته لنفسه، وليس كمثلي شيء فيما اثبته لنفسه. إن أقول لك لا ما حدش زي، اصرف الظاهر، أصل ربنا ليس كمثلي شيء. زي اللي بقول واحد يقابلك في السكة يقول لك يا أخي الله يبارك فيك، أنت ما شاء الله أخي ممتاز، أنت مالكش ولا صفة عندي، أصل ما حدش زيك. إيه رأيك يا أخونا في الكلام ده؟ إن كان واحد مقتنع بالكلام ده فما تزعلش بقى لما نقابلك ونقول لك الكلام ده. ها؟ ولا أنت ولا لك أي صفة، ولا لك أي اعتبار حتى، أصل ما حدش زيك. ما شاء الله، بهذا كلام يعقل ولا هذا كلام يقال؟ المهم نكمل بقى. وأما الخلف فأولوها وحملوها على معان مقبولة فبينوا المراد منها وقالوا إن الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم. المهم إلى أن قال فقوله تعالى، وده اللي يهمنا في هذه المحاضرة، الرحمن على العرش استوى، يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره. السلف قال هو مصروف عن ظاهره ولا هو على ظاهره؟ هو أصدق هو مصروف عن ظاهره، لأن متخيل أن الظاهر هو مين؟ الإنسان. فهو حاطط في ذهنه أن الظاهر من قول الرحمن على العرش استوى الإنسان، وبيتخيل ويجسد صورة لربه، يجسد صورة لإيه؟ لربه. فيتخيل هذه الصورة يقول لك هو ده الظاهر من الآية. ولذلك لما قلنا لكم في القاعدة اللي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، الممثل يعبد إيه؟ أسمع، الممثل يعبد والمعطل يعبد عدم. الله أكبر. ما شاء الله. هو يتخيل في ذهني صورة لربه، يزعم أن النصوص دلت عليها، هو في الحقيقة بيجسد مخلوق قدامه وقاعد يتخيل شكله. يقول لك لا لا يا اخي مش ممكن يكون ربنا كده. ومين اللي قال لك اصلا ربنا كده؟ يعني شبه، يعني وقع في قياس التمثيل، فمثل وكيف وعطل واول بغير دليل فوقع في التحريف. ولذلك قلنا لكم القاعده اللي قالها شيخ الاسلام ابن تيميه، التحريف بالتاويل اقبح ولا اهون؟ ده سؤال في الامتحان اللي انا عملته موجود عندكم، احنا عملنا لكم اختبار في 60 سؤال، كل سؤال له 4 اجابات، اجابه السؤال في دقيقه، قيس نفسك بقى، بس ما تروحش تغش على طول. يعني تاخد الاختبار تحله كده بنفسك وتقيس درجه الفهم. اللي هيجاوب الطالب المتوسط يجاوب في حدود ساعه، هم حوالي 7 صفحات تجاوب فيها، وفي ورقه اجابه، ورقه الاجابه كل الشيخ عادل هيشرح الكلام ده بالتفاصيل، خلينا نقولها بعدين. المهم فهنا بالنسبة لهذه القضية الحكاية مش محتاجة كلام كتير. يقول لك الرحمن عرش السواء، يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره، ويفوضون علم المراد منه إلى الله تعالى. علم المراد يفوضونه ولا يفوضون الكيفية التي دل عليها المعنى المراد؟ يبقى المعنى والكيف معنى النص في الصفات معلوم، والكيف مجهول. المعنى محكم ولا متشابه؟ والكيف متشابه.
دي عقيدة أهل السنة الجماعة. طيب، والخلف يقولون هو مصروف عن ظاهره، والمراد من استوى استولى. انت سمعت أبو الحسن الأشعري بيقول من شوية؟ ها؟ أعيدها ولا أقولها تاني؟ ها؟ أقول ولا ما أقولش؟ كفاية؟ بس. وقد قال قائلون أن المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن والعرش استوى استولى أنه استولى وملك وقهر. كلام أبو الحسن الأشعري بيسموهم جهمية ومعتزلة وحرورية. إحنا مش جايبين حاجة من عندنا. يعني واحد الدكتور محمود بيقول لا أهو أبو الحسن الأشعري بيقول، أنا ما بقولش حاجة. ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ فقالت في السماء. قالوا هو مصروف عن ظاهره. طب ودي بقى مصروف عن ظاهره ازاي يعني؟ أين الله في السماء مصروف عن ظاهره؟ وإنما اكتفى، شوف التأويل اللي بيقولوه، اكتفى صلى الله عليه وسلم منها بقولها في السماء لأنه كان يكفي في صدر البعثة بالنسبة للعامة، العامة العوام الدهماء يعني، اعتقاد وجود الله ووحدانيته. يعني الرسول قال إيه يعني لما سألها أين الله؟ قالت في السماء. الرسول فهم منها أنها تعظم الله وخلاص يعني، فعامل الجارية بما ألفته وأقرها على اعتقادها، على اعتقاد وجود الله وانفراد بالإلهية. ولما أشارت إلى السماء علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعظم الله وتعتقد وحدانيته، يعني مش ربنا على العرش، يعني أين الله معناها هل تعظمين الله؟ بقى يتفهم في اللغة العربية ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. لما أقول جارية أين الله يعني هل تعظمين الله؟ ولك هو هي بتعتقد أنها تعظم الله وتعتقد وحدانيته وتنفر من آلهة الأرض التي كانوا يعبدونها. أبدا. الخوف كله من إيه؟ الخوف كله زي ما أحد الإخوة طبعا بعد سؤاله بقول إيه على حكاية المكان. أنا طبعا الأسئلة إن شاء الله هنجاوب عليها، بس إيه جايز المحاضرة لما عايزين نقول لكم كل ما يتعلق بهذه القضية، فأترون إن إحنا إيه لو لينا سؤال يتعلق بالقضية حجيبه في الموضوع. هل قال الإمام الشافعي إن الله هو العلي ولا مكان؟ وإن كان قال فماذا يقصد حيث أنني وجدت في موقع يسمى موقع كذا أهل السنة والجماعة وهو أشعري وهم يقولون إن الإمام الشافعي قال ذلك. طيب الإشكالية كلهم فيه، كل الإشكالية اللي عاملة ربكة في حكاية المكان، ربنا له مكان ولا ملوش مكان؟ هو بيقول له على الإطلاق كده ما ينفعش. صحيح أين المكان؟ نعم المكان ما فيش فيها شك، لأن الرسول سأل وقد أوتي جوامع الكلم بأين التي تدل على المكان. لكن هي المسألة زي ما قلنا إن كلمة مكان قد تأتي في الأذهان بمعنى مكان في عالم الشهادة أو مكان فين في عالم الغيب، واللي في عالم الغيب ده ما عرفلوش كيفية. أنتوا معايا يا أخوانا؟ يعني المكان دلوقتي، ولذلك ابن تيمية أتكلم عن هذه في الرسالة التدمرية واتكلم على قضية اللي هم يقول لك يا ربنا متحيز ولا مش متحيز، لأن لو كان في مكان يبقى متحيز. فطبعا متحيز ديت أنا ما أعرفش حكاية متحيز. لو يا أخي دلوقتي هات لي نص في القرآن بقول إنه متحيز ولا مش متحيز، يقول لك لا ده تعب المبدع كده بالعقل يعني. أقول له استنى بقى، متحيز دي محتاجة نظر يعني. فإن قلت هو يسأل عنه بأين هيقول لك متحيز، ولو قلت إن ربنا سبحانه وتعالى ليس بمتحيز يبقى ما تسألش عنه بأين، فتعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه أين الله للجارية، فهيوقعك في إشكال. ولذلك الألفاظ الموهمة دي نعمل فيها إيه؟ قولهم أنتوا مش مذاكرين. نستفصل فيها ونردها إلى الألفاظ الشرعية، وإن كنت تقصد متحيز كذا فالله تبارك وتعالى ليس كذلك، وإن كنت تقصد كذا فالله تبارك وتعالى كذلك، والذي ثبت هو كذا وكذا، ونحدد الألفاظ الشرعية وما نمشيش معاه في وراء كلمة متحيز. انتبهوا، زي لفظ الجهة، أنا قلت لكم ضربتم مثال على جهة الجهة والجسم وكده يعني، لكن ما ذكرناش ساعتها لفظ متحيز، لكن أنتم دلوقتي تستطيعوا أن تطبقوا على مثل هذه الألفاظ التي لم يرد بها الشرع. نيجي بقى لمسألة المكان. هنتكلم بكلام بسيط خالص يفهمه أي واحد من العامة قبل الخاص. ربنا له مكان ولا ملوش مكان؟ المكان لما يذكر شأن المكان في عند التجرد غير المكان عند الإضافة. زي لما أقول لك سمع، واحد وقف وسط الناس وقال سمع، سمع إيه؟ سمع إيه؟ يقول لك والله كلمة وطلعت يا شيخ عديه. يقول له لا، الكلام ما يتقالش عام ولا مجرد، الكلام لازم يقيد ويخصص. سمع مين؟ يقول لك سمع إبراهيم. حد هنا اسمه إبراهيم؟ ما لازم يكون في حد اسمه ابراهيم. طيب في اثنين ثلاثه اسمه ابراهيم، واحد اسمه ابراهيم اهو، سمع ابراهيم، بص لابراهيم اهو شايف الاذن، هو ده سمع. يسمع بكيفيه هي الايه؟ الاذن، لان انا قيدت هنا السمع ما عادش مطلقه بقى،
كانت في الأول مجردة أو مطلقة، قلت سامع واسمع، ما أقدرش أتخيل حاجة. لكن لما قلت سمع إبراهيم أتخيل كيفية سمع إبراهيم، إنما سمع الوحيد عايمة عامة قدر مشترك بين الكل، ما أقدرش أتخيل منها كيفية، ما أقدرش. ما أنا المسجل بيسمع، بيسمع ولا ما بيسمعش؟ في 10 ام بي 3 تلاقيها في كل حته، ام بي 3 قاعد بيسجل، هو قاعد بيسمع كلامنا وبيسجله فنوزنه، اهو عنده سمع ولا بيسمع، كيف يسمع ما اعرفش، اهو بيسمع ازاي تردداته وكلامه في المخلوق. مش كل سمع لازم يكون في اذن، كل واحد يليق به بسمعه. فتقول لي سمع محمد اتخيل الاذن، انما تقول لي ربنا سبحانه وتعالى هو السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع ايه تحاوركم، يبقى هنا في سمع. نعم في سمع، ما كيفيته؟ قولوا الله أعلم. ليه لا نقول الله أعلم؟ ليه نحن بنقول ما نعرفش كيفية سمعه؟ وليست الأذن في حق المخلوق، لأنه لا لم يذكر مخلوق ولكن ذكر الخالق. لما لا نعرف كيفية الخالق في سمعه؟ لسببين، أننا لم نرى الله ولم نرى له مثيلا، فعرفها ازاي دي؟ ما أخبرنيش كيف يسمع، يبقى أنا أؤمن بأنه يسمع بكيفية تليق به يعلمه هو لا نعلمه نحن، ده عقيدة السلف. نجري المكان، أما أقول مكان واسكت، فيه مكان، طيب أنا عارف أن فيه مكان وفيه زمان وفيه زمان، بس حد يعرف يحدده؟ ما حدش يعرف حد. إنما أقول لك المكان الفلاني، المكان الفلاني، يبقى ده في عالم الشهادة، عشان يتحدد لازم خط طول وخط عرض وارتفاع عن سطح الأرض لو كان جسم ثابت، صح كده؟ ولذلك تدخل مثلا على موقع بتاع الكره الارضيه بتاع جوجل ولا حاجه، يديك الحته اللي انت واقف فيه خط الطول وخط العرض وبدقه شديده. هم يقولوا لك مثلا احنا نقدر نضرب بالصاروخ ما يخطئش في 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 مسافه 10 متر. ليه؟ لان هو بيدي المقاييس بتاعته اللي عاملينها مقاييس وهميه طبعا، خط طول وخط العرض، يقول لك هيوصل مكان، لان بيحط لك ارقام للصاروخ الموجه يوصل المكان الفلاني. ربنا يكفينا شرهم، اللهم امين. المهم خط طول وخط العرض، يبقى تحدد المكان على سطح الارض. لو طياره هليكوبتر واقف فوق، يبقى عشان يتحدد مكانها يلزم المحور الثالث اللي هو ايه؟ الارتفاع عن سطح الارض، مش كده برضه؟ طيب يبقى خط طول وخط عرض وارتفاع عن سطح الارض بيتحدد المكان بدقه في عالم الشهاده. ما فيش فيها كلام دي، لما يكون الجسم ساكن اللي هو المحاور الفراغيه، الجماعه اللي دارسين هندسه اكس واي زد او صاد وسين وعين، بتحدد المكان بدقه بثلاث محاور. طيب دلوقتي لو ان الجسم متحرك يبقى هيلزم حاجه كمان اللي هي ايه؟ جماعه الطيارين خلوكم معانا وافهموا الحاجات دي اللي بيطيروا في السماء كده، إيه؟ لازم في اتجاه سرعه العجله، عجله السرعه، السرعه اللي ماشيه. ليه؟ لان السرعه دي عباره عن ايه؟ بيحدد لك كل لحظه بتمر المكان بتاعه وخط طول وخط العرض وارتفاع عن سطح الارض وسرعه بتاعته قد ايه علشان يقدر يوافق بين السرعه. حتى الجماعه اللي بيركبوا دلوقتي في الطياره، الطيارات الفخمه يعني، يلاقوا قدام منه شاشه تلفزيون ترى المحدث كله يعني في الخطوط الجديد، يقعد قدام منه يقول لك إيه انت على ارتفاع قد كده، سرعه الرياح المواجهه للطياره قد كده، سرعه الطياره قد كده، ويحسب لك الفارق السرعه الحقيقيه. هو بيعمل الكلام ده ليه؟ على اساس انت تحدد مكانك وتعرف انت فين. فالمكان عشان يتحدد في عالم الشهاده يلزم له مقاييس خاصه، لكن المكان في عالم الغيب بقى يتحدد ازاي؟ هنا ما ينفعش خط طول وخط عرض وارتفاع عن سطح الارض. ينفع ولا ما ينفعش؟ ما فيش. بس موجود ولا مش موجود؟ قولوا يا اخوانا، مكان حقيقي وكيفيه موجوده ما حدش يعرف ينكرها. ولذلك هم اثبتوا ان الالكترون ودي الشحنه موجوده في الذره يدور في عده مدارات، ثلاثه مرئيين وسبعه ثمانيه ولا تسعه ولا 13 بيقولوا غير مرئيه. واثبت علماء الفيزياء الان ان في عالم غيبي الكترون بيلف فيه ما احنا شايفينه. المعادلات كلها ما بتتحلش على ثلاث محاور، يقول لك لا زود محور ولا اثنين، يزود في محاور ثلاثه شايفينهم والباقي ما احنا شايفينه. الكلام ده اثبتوه علماء الفيزياء الان ان في محاور كثيره في معنى ذلك، اكدوا علميا ودراسه علميه ان في عالم غيبي عايش معانا ما احنا شايفينه. سبحان الله، ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الايمان واركان الايمان. نحن صدقنا بذلك لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بان هذه حقائق اكتشفتها ما اكتشفتوهاش انتم حرين، لكن ما اخبر الله به حق سواء ادركنا معناه او لم ندرك معناه، لكن له معنى حقيقي.
مش كده برضو؟ إنما عالم الغيب كي يطبق عليه مقاييس المكان. طب خليكم معايا بقى الجماعة دول بالذات، أنا عايز أفهمكم الكلام ده علشان دي حجة قوية جدا عليهم. اللي يقولك لا ربنا ملوش مكان، لأن أين المكان؟ ولو كان في مكان يبقى محصور. قوله طب بس يعني مقاييس عالمنا هي اللي بتحكم عالم الغيب؟ طب خليك معايا بقى. في شخص نفرد كده فرض حبسناه في غرفة مغلقة وقفلنا عليه بالضبة والمفتاح وباب حديد خلي بالك، وسبناه 15 سنة لغير الأكل ولا شرب، الرجل ده هيعيش ولا هيموت؟ قولوا يا أخواننا. هو نفسه هيقول هيعيش ولا هيموت؟ طبعا الواقع بيقول انه هيموت، يعد عليها 24 ساعة يصرخ من الجوع، كمان 24 ساعة بعد كده خلاص 5 أيام وبالسلام. هيموت مش هيموت يا أخي بقى على نظامك ده؟ هيموت مش هيموت؟ ازاي مش هيموت؟ ملك الموت هيدخله ازاي؟ ده احنا حابسين الراجل، ما هي المقاييس دي انت قاعد تطبقها على المخلوق، ساعة ما يذكر في مكان تتخيل المخلوق، ملك الموت بقى هيجيله ازاي؟ هيدخل منين ملك الموت؟ افتح له جدار عشان يدخل يموت يا اخي؟ يعني ما فيش والله يا اخي اي عقل هذا. كيف دخل ملك الموت الى هذا الشخص؟ مكانه يختلف عن المكان، وزمانه يختلف عن الزمان. أينما تكونوا، قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم إيه في بروج مشيدة. ملك الموت هيجي له ولا مش هيجي له؟ اوعى تقول مش هيجي. هيجي هيجي، كل نفس إيه ذائقة الموت، ولذلك كل من عليها فان. ملك الموت هيجي وحيجي، يعني ما هيحجبوش مكان ولا زمان. طب افرض بقى ملك الموت في اليابان عمارة واعد كده ولا حاجة فيها 1000 ولا 2000، وفي أمريكا 10,000. مين اللي هيقبض روحهم؟ يكونش حد تاني. قول لي بقى بالله عليك، عشان يركب من اليابان في طيارة يروح لأمريكا، شوف هيقعد قد ايه في المشوار. يقول التاني بقى قالك يعني خلاص الجماعة تعبوا من القعدة تحت العمارة. يعني هؤلاء يستخفون بعقول البشر أم ماذا يقولون؟ ربنا سبحانه وتعالى يعاد ملك الموت لا يحكم زمان ولا يحكم مكان. ربنا بيطوي له الأرض، إزاي بيطوي له الأرض؟ حاجة ما احنا شايفينها يا أخي، أنت مستعجل على إيه؟ حيجيلك حيجيلك. لا نشك أن ملك الموت يقبض الأرواح في اليابان وفي الصين وباكستان وفي الهند وأفغانستان وفي العراق كتير قوي. وفي أمريكا ربنا سبحانه وتعالى يعني يحدث فيهم من العجائب ما يشاء، اللهم أمين. خلينا نكمل بقى. إذن فيه مكان وجودي، ده اللي بيتكلم عنه السلف بقى. السلف فرقوا بين المكان الوجودي والمكان العدم، ودي هتلاقيها مختصر العلو لعلي الغفار اللي اختصره العلامة الشيخ الألباني، بيقول إن السلف اتكلموا عن نوعين من المكان، مكان اسمه مكان وجودي ومكان اسمه مكان عدمي. المكان الوجودي يعني اللي توجد فيه أقيسة البشر اللي هو عالم الشهادة، المكان العدمي اللي بتنعدم فيه أقيسة البشر اللي هو عالم الغيب. فالرسول لما سأل الجارية وقال أين الله، يقصد المكان بتاع المخلوق ولا المكان الغيبي الذي لا يخضع للمخلوق بحال من الأحوال؟ مكان غيبي. العرش له مكان، أيوة له مكان، لكن كيفيته ما عرفش يا أخي. ربنا سبحانه وتعالى يسأل عنه بأين؟ نعم، اللي سأل أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ولا يقصد المكان الموجود، وإنما يقصد مكانا غيبيا ليس كمثله شيء فيه، وليس كل من كان في مكان فهو محصور. ولو كان الأمر كذلك كان ملك الموت ما عرفش يقبض روح الواحد من داخل الغرفة مغلقة، لا سبت له طعام ولا شراب. معايا ولا مش معايا في الكلام ده؟ واضح ومقنع؟ أنا عايز حد يقولي لا الكلام ماهوش واضح. ما تخافش يعني هعيدها تاني. طيب، إذن المسألة دلوقتي اللي بيسأل الإمام الشافعي، هل قال إن في مكان ولا ما فيش مكان؟ فلو لقيت كلام للسلف بيقول إن ربنا ليس له مكان، يبقى يقصد مكان إيه؟ وجود، إنما يقصد المكان الغيب. وإن قال إن ربنا سبحانه وتعالى له مكان، يبقى المقصود المكان هو الغيب. ده اللي نحمل عليه كلام السلف ونوقرهم. إنما تقول لا ربنا ملوش مكان، أصلا لو كان في مكان يبقى محصور. هو أصلا ساعة ما بيسمع النصوص اللي وردت في صفات الله عز وجل بيتخيل مخلوق، يتخيل إنسان، ويقعد يحكم الآيات ينزلها على مخلوق. الممثل يعبد إيه؟ صنما، والمعطل يعبد عدما.
ده بالنسبة لما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. طب أمنتم من في السماء؟ في السماء لها معنى يعني. المعنى الأول على السماء، والمعنى الثاني في السماء بمعنى على العرش. وأبو الحسن العشعري قال الكلام ده بوضوح، في السماء في العلو. طب العلو ده بيمتد لأعلى شيء، أعلى شيء في المخلوقات مش السماء السبعة، في منها الماء وفوق الماء العرش، فأعلى شيء في المخلوقات العرش. أأمنتم من في السماء؟ أبو الحسن العشعري يقول إيه زي ما رأينا كلامه، يعني على العرش، لأن أعلى سماء العرش، والله قال الرحمن العرش استوى، فمش أي تعارض بين الآيتين. فالله على السماء يعني على العرش في العلو، لكن ساعة ما يقول لك في السماء يقول لك يبقى إيه هو داخل السماء. مين اللي قالك كده؟ حد من الصحابة فيهم الكلام ده؟ طب شوفوا بقى بعض الأدلة على كده، عايزين نشوف فهم الصحابة فهمين في السماء معناها إيه. كلهم كانوا على اعتقاد أن الله فوق سبع سماوات، يقول لك كده، ومعنى فوق سبع سماوات يعني فوق العرش. شوفوا الحديث، احنا هجيب لكم مجموعة روايات على أساس الروايات دي مهمة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة، ماذا قال له؟ لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. أرقعة، ايه معنى أرقعة؟ الرقعة اللي هو المكان، يعني مساحة متسعة. لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أرقعة. والحديث متفق عليه، الشيخ الألباني بيقول لقد حكم فيهم، ده معنى كلامه يعني، اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. اللي قال الكلام ده مين؟ قولوا يا اخوانا، رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. فانت تيجي تقول لا ما هوش فوق السماء، ما هوش على العرش، قول استولى ربنا في كل مكان، ازاي الكلام ده؟ اسمع، الامام البيهقي ده بين ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وسعد بن معاذ رضي الله عنه. الامام البيهقي روى في الاسماء والصفات قصه لعمر بن الخطاب، وانتم عارفينها طبعا. مر في اناس من اصحابه فلقيته عجوز فاستوقفته، فوقف عليها، يعني وقف امامها يعني، فوضع يده على منكبيها، عجوز يعني بيسندها ولا حاجه، حتى قضت حاجتها وقالت له الشكوى بتاعتها، يعني هذا معنى الكلام. فلما فرغت قال رجل حبست رجالات قريش في على هذه العجوز، يعني توقف الناس الكبار دول كلهم عشان خاطر العجوز دي. قال له عمر الخطاب ويحك، تدري من هذه؟ هذه عجوز سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سماوات. دي عقيدة مين؟ عمر الخطاب رضي الله عنه، سمع الله شكواها منين؟ من فوق سبع سماوات. والله لو استوقفتني إلى الليلة وقفت عليها إلا آت الصلاة ثم أعود عليها حتى تقضي حاجتها. ده كلام عمر الخطاب. طيب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هذه المرأة اللي هي خولة بنت ثعلبة، شوف عائشة بتقول فيها إيه. حديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني عن عروة قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. خلي بالكم، هي بتقول وسع كل شيء ولا وسع سمعه كل شيء؟ إن عارف أن ربنا على العرش ويسمع ما في كل مكان ويرى ما في كل مكان ويعلم ما في كل مكان ويقلب كل شيء في كل مكان، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا فهم عائشة، وسع إيه؟ سمع. ولا تبارك الذي في كل مكان وكان مع خولة إذ سمعها، هل قالت هذا ولا وسع سمعه؟ حتى الآيات عشان أقول لك المعية معية علم، لك أنت بتأوله نقول إيه يا رجل، يعني بلاش الكلام ده عيب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء إيه. شايفين وسع ربي كل شيء ولا ذاتا؟ يقول ربنا موجود في كل وجوه، وسع ربي كل شيء علما. وقال الله تبارك وتعالى وما يكون لنا عن نبي من الأنبياء اللي هو سيدنا هود أظن مش كده شعيب، وما يكون لنا أن نعود فيه إلا أن يشاء رب إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما مزاتا، لأن ربنا على العرش. يبقى المقصود هنا هو إن المعية معية علم وإحاطة وتقدير وقدرة، يقلب الأمر في خلقه بربوبيته
وهو الإله المعبود في السماء وفي الأرض من فوق عرشه. وده معنى قول الله تبارك وتعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه؟ إله. هنقول كلام المفسرين بعد قليل. قال تبارك الذي وسع سمعه كل شيء: إني لأسمع كلام خول بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بتقارن بين سمع المخلوق وسمع الخالق. شوفوا، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. تقول: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله إيه؟ من فين؟ فوق العرش. يعني هو فوق العرش وسامع اللي بيحصل، يرانا ويسمعنا ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. دي عقيدة أهل السنة والجماعة. إنما هتقول ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان ولا يسأل عنه بأين، لأن أين المكان، وكل مكان يبقى متحيز، يبقى محصور، يبقى معرفش إيه إلى غير ذلك من هذا الكلام اللي يودي ولا يجيب. طيب اسمه الحديث ده، ده كلام وعقيدة مين؟ أم المؤمنين عائشة. يعني احنا قلنا عقيدة عمر. طيب شوفوا كده، عائشة برضو في حكاية فوق سبع سماوات، هي في مرضها التي ماتت فيها أم المؤمنين رضي الله عنها، أراد عبد الله بن عباس أن يدخل عليها ويودعها، فعبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر كان على الباب وكان مع عائشة، وبيقول لها يعني أن عبد الله بن عباس يستأذن عليك وهو خير بنيك، خير بنيك، لأن هي أم المؤمنين فكل المؤمنين أبناؤها على هذا الاعتبار يعني. فقالت: دعني من ابن عباس ومن تزكيتي، لأن عارف هيدخل يقعد يثني علي عشان أنا إيه حموت يعني. المهم، فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن: إنه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله، فأذني له فليسلم عليك وليودعك. قالت: فأذن له إن شئت. فأذن له عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. المهم، فقال لها عبد الله بن عباس، شوف العبارة اللي احنا عايزين نقولها دلوقتي يعني، قال: أبشري يا أم المؤمنين، فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب، أو قال وصب، وتلقى الأحبة محمدا وحزبه، أو قال أصحابه، إلا أن تفارق روحك جسدك. قالت: وأيضا يعني هتقعد تمدح برضو وتقول. فقال ابن عباس: كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، ولم يكن يحب إلا طيبا. الشاهد هنا بقى هو النص عشان مش هقول كل الحديث: وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات. لو كان عبد الله بن عباس غلط، وإن ربنا ما هو في كل مكان وليس فوق عرشه، كانت عائشة هتسيبه ولا هتقره؟ قولوا يا أخوانا، عائشة الوقت لما سمعته بيقول: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. يبقى دي عقيدة عائشة وعقيدة مين كمان؟ عبد الله بن عباس. أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، شوف بقى البخاري بيورد الرواية بطريقتين. الشاهد من الكلام إن زينب كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. طب ما معنى فوق سبع سماوات؟ هل معناها أن الله تبارك وتعالى فوق عرشي، أم أن هذا تشبيه وتجسيم لا يليق بأم المؤمنين؟ اسمعوا يا إخوانا ماذا قالت في الرواية الأخرى، صحيح البخاري بتقول إيه؟ أهو الإمام البخاري بيقول: نزلت أنس بن مالك بيقول: نزلت آية الحجاب، وده برضو عقيدة أنس لأنه روى الحديث، نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول، بتقول إيه؟ إن الله أنكحني في السماء. يبقى لما تجمع الروايتين يبقى معنى فوق سبع سماوات عند أم المؤمنين زينب إيه؟ في السماء. يبقى معنى في السماء في القرآن إن ربنا فوق إيه؟ سبع سماوات. لكن لما تيجي بقى واحد يقول لك إيه؟ وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من هذه الظواهر، فيقولون إن الله على عرشه بمقتضى قوله الرحمن عرش استوى، أم في السماء بمقتضى قوله أمنتم من في السماء، أم في الآفاق بمقتضى قوله هو معكم أينما كنتم.
الجاهلون. انت بتقول الكلام ده على مين؟ يقول لك على المشبهة. المشبهة ده دي عقيدة الصحابة. طبعا هو متخيل ان الصحابة عقيدتهم التفويض في المعنى، يظن ان السلف كانوا يفوضون ايه معاني النصوص، يقول لك ملاش معنى، استواء بلا معنى. يبقى الكلام بلا معنى عن هو يظن هذا اعتقاد السلف، والحقيقة ان بيتكلم على اعتقاد السلف على انه مشبهة. شفتوا الكارثة؟ قضية خطيرة والله يا اخوان. ولذلك لما نجيب مثلا من كلام أئمة السلف، أبو حنيفة أول ما طلع الجهم صفوان، كانت مرات الجهم صفوان ماشية فضح الدنيا بقى أن الجهم قضى على السومنية وأزلهم، لما قال هو كالروح في هو في العالم كالروح في الجسد، لما سألوه هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ قال لا. هل يسمع أو يحس أو يمس؟ قال لا. قال فما يدرك أنه إله؟ فبقي 40 يوما شكا في ربه، وبعد كده راح قال لهم إيه الروح اللي فينا دي، هل ترى؟ لا. هل تسمع وتحس؟ لا. قال يبقى ربنا في العالم زي الروح فين؟ في الجسد، هو في كل مكان وليس على عرش ولا شيء من هذا القبيل. فلما رجع للقرآن ولقى الآيات اللي فيها مخالفة لرأيه بدأ إيه يعطلها، وقال لو وجدت السبيل، في قوله تعالى الرحمن العرش استوى، قال لو وجدت السبيل أن حكم المصحف لفعلت. إحنا شرحنا الكلام ده طبعا في المحاضرات الماضية. فمرته بقى كانت عاملة شغل يعني، فيقول الإمام البيهقي يروي هذا الكلام عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم، يقول كنا عند أبي حنيف أول ما ظهر، إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما، هي تقريبا في روايات إن امرأة جهم أو تجالسه، فدخلت على الكوفة فقيل لها إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول، يعني عنده فقه، يقال له أبو حنيفة، فأتيه فأتته فقالت أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك؟ قعدت تقول الناس في الفقه وصلوا وصوموا مش عارف ربك فين؟ خد بالك ازاي؟ أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها أبو حنيفة ولم يتكلم، ثم مكث 7 أيام لا يجيبه، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا، يعني كلام مكتوب يعني، قال فيه إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل أرأيت قول الله تعالى هو معكم؟ قال هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت عنه غائب. ده كلام مين؟ أبو حنيفة. وقال البيهقي لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله تعالى وتقدس من الكون في الأرض، إن ربنا يكون في داخل الأرض، وفيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع في قوله إن الله عز وجل في السماء. وقال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، واحد بيقول له ما تقول في من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش إيه استوى. طبعا أبو حنيفة يقصد من أنكر قول الله تبارك وتعالى، لكن يقول لك يعني يا أخي أنا هو موجود في كل وجود ما أعرفش هو فيه، من الأشعرية الآن ما نحكمش عليه بحكم أبي حنيفة هذا، لأن هذا الشخص يعني عنده من عدم الوصول لمذهب السلف الصالح ما نعذر به حتى يبين له الحق، فإن أصر على نفي كلام الله عز وجل وتعطيله يبقى في هذه الحلقة أمر ثاني، لكن أغلبهم لا ينفون الكلام الله، بل يقول لك إحنا بنأول نشوف له حل، نشوف له مخرج أو كده يعني. قال وعرشه فوق 7 سماوات، قيل له فإن قال إنه على العرش، ولكن لا يقول، ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء ولا في الأرض. قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. من أجل ذلك ألف الإمام أبو حنيفة كتابا سماه الفقه الإيه الأكبر، عارفينه، هو اللي أطلق على العقيدة مصطلح الفقه الأكبر. العقيدة بيطلق على عدة اصطلاحات، فاكرينها ونسيتوه؟ قولوا يا أخواننا، العقيدة والإيمان، علم التوحيد والسنة والشريعة، دي كلها مصطلحات سلفية. طب احنا عايزين مصطلحات من الناحية التانية، مصطلح ايه؟ علم الكلام، ده مش مصطلح سلفي، وأصول الدين. هذه الاصطلاحات اللي أطلقت علم العقيدة كان من ضمن الاصطلاحات الفقه الأكبر، وده كتاب صغير الإمام أبي حنيفة في معتقد الإمام أبي حنيفة سماه الفقه الأكبر، مع أن فقه أبي حنيفة كتير ومجلدات كبيرة، وأصحاب أبو حنيفة كتبوا الفقه في مجلدات لا حصر لها، لكن سمى الكلام الصغير ده فقه الأكبر، لأن بغير العقيدة الصحيحة يصعب أن تفهم هذه الأحكام الشرعية. طيب نرجع إلى إيه موضوعنا. إحنا قلنا في قول الله تبارك وتعالى الرحمن العرش استوى وعرفنا معناه. الآية اللي بعدها أأمنتم من في السماء، عرفنا معناه. طيب اللي بعدها أنا قلت لكم
وهو الذي في السماء إيه؟ إله، وفي الأرض هو في السماء إله وفي الأرض إله. الإله معناه المعبود بحق، يعني هو المعبود بحق في السماء وفي الأرض. ولذلك يا إخواني أنا عايز بس أركز معكم، أنا طبعا في تعليقات لسه هنقولها في خلال الكلام والردود، لأن الكتاب اللي عايز أقولكم عليه كتاب توحيد الصفات، كتاب ده كنت بناقش فيه الشيخ طه عبد الله عفيفي، احكي لك قصته بعد شوي. خير ربنا بيقول وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، ثم قال في نهايه الايه وهو الحكيم العليم. احنا هناخد دايما لما يجي اسم الله الحكيم هتلاقيه مرتبط بين بعد الايات اللي فيها توحيد العباده والاوامر التكليفيه، يعني باب الامر لما يرد فيه ايه فيها احكام تكليفيه تلاقي اسم الحكيم العليم، وباب الخبر لما ترد فيها الصفات يرد في الآيات الصفات ويرد فيها موضوع القضاء والقدر وتوحيد الربوبية، ربنا سبحانه وتعالى يذكر العليم القدير. يعني الآيات اللي فيها توحيد الربوبية تلاقي فيها القدير والقادر والمقتدر، زي ما يقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الإيه؟ الخلاق العليم. احنا هندرس الكلام لما يجي موضوع القضاء والقدر، إن ربنا سبحانه وتعالى عليم قدير وعليم حكيم، فمن أسمائه القدير ومن أسمائه الحكيم، لابد أن تؤمن بالاثنين معا، وده أصل الإيمان بالقضاء والقدر. فالحكمة تقتضي موضوع توحيد العباد، والعبادة تقتضي أن يكون في علم أحاط عشان الشخص هيتحاسب عن إيه؟ عن ما كلفه الحق سبحانه وتعالى. إن الإسلام مبني على هذا، على أمور العبادة. ميز ربنا بيّن الإنسان كيف يميز بين الحلال والحرام وشرائع الأحكام وما شابه ذلك من أمور الإسلام في أمور التكليف، فربنا حكيم في تكليفاته وسيحاسب الإنسان على أفعاله. فدايما تلاقي الآيات مختومة بالحكمة وبالعلم، يقول لك وهو الذي في السماء لا يعني المعبود بحق، هتعبدوه ولا مش هتعبدوه، هو العليم الحكيم، ابتلاك واستخلفك وخولك وكلفك بهذه الشرائع والأحكام، عبدته هيكرمك، ما عبدتوش هيعذبك بحكمته سبحانه وتعالى. لكن الآيات اللي فيها خلق وتقدير ومراتب القدر وما شابه ذلك تلاقي دايما فيها اسم الله القدير والخالق والخلاق والخالق والبارئ والمصور وما شابه ذلك من هذه الأسماء، ودي لها بابها إن شاء الله عز وجل. ولذلك قال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الإيه؟ الحكيم العليم. طيب وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. بعد اتفاق علماء السلف الصالح في جميع كتب التفسير على استبعاد قول الجهمية أن الله حل بذاته في داخل الوجود كله أو هو في كل مكان زي الروح في الإيه في الجسد، قالوا وهو الله في السماوات يعني فوق السماوات، لأن كلهم قالوا من فوق سبع إيه سماوات، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض، أو تقول وهو الله يعني هو المعبود بحق، لأن الاسم الجلالة الله تجمع كل معاني التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العباد، وهو الله المعبود بحق في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، برضو ده معنى مقبول. أو تقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني المعبود بحق في السماوات وفي الأرض وهو يعلم سركم وإيه وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه المعاني اللي وردت عن السلف الصالح في معنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. طب بقى الآية اللي بتقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. المعية لها معنية، في معية عامة ومعية إيه خاص. طولت عليكم وأقولهم ولا أنا لو طولت قوي يعني أقولوا إشارة كده من أنا ها؟ لا طيب ماشي خلاص أقول. طيب ربنا سبحانه وتعالى في معيته لخلقه في معية عامة ومعية خاصة. من فوق عرشه يعني سواء كانت عامة أو خاصة هو فوق العرش ومعنا. أنا لما أقول القمر معنا، معنا في المسجد، قولوا يا أخوان يعني لو سقف المسجد مفتوح أقول ما شاء الله القمر معنا، وشوف إزاي معنا يعني إيه جوه المسجد تحت القبة سبحان الله. معنى يعني ايه؟ يعني الواحد بيشوف فيه المرافقة والمتابعة. ولذلك المسألة واضحة جدا جدا، ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه وهو معنا، فأقول لك بعلمه ده تأويل، لا مش تأويل ده حقيقة، معنا حقيقة من فوق العرش، لأن سمعه ليس كسمعك، أنت بتتخيل سمعه كسمعك، فيلزم من سماعه لك معيتك بالنسبة لنا احنا كبشر. واحد بيقول لك سمعه كسمعك، أقول لك محمد معايا، معايا على معنى ايه؟ يا اما معايا ينصرني
يا معايا يعني موجود معايا بصدق، يقول لك محمد معايا اهو. معايا ليه؟ لان اولا جسم هذا الانسان صغير وسمعه محدود، او سامعني ومعايا اهو، ده واقف سامعني واقف معايا اهو. معايا هنا معناها ايه؟ الممسه والمخالطه، لاني مخلوق وسمعه محدود. انما لما يكون واحد سمعك على بعد الاف الكيلومترات هتقول برضو معايا، مش كده برضو ولا ايه؟ فما بالك بمن هو على عرشه. قال في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع إيه؟ تحاوركم. من فين؟ من فوق العرش. هي دي المعية الحقيقية، معية عامة لجميع الخلائق. مقتضاها بقى المعية العامة إيه؟ هل معية علم بس؟ لا، معية خلق وتقدير وتقليب الأمور للخلائق، يرزق فيها من يشاء ويقلب القلوب لمن يشاء. فممكن يوقف قلب واحد ويشغل قلب الثاني. ضربات القلب اللي بيتحكم فيها رب العزة والجلال من فوق العرش يا إخواني، مش ميكانيكا شغالة لوحدها، لا، في خالق من فوق العرش هو الذي خلقنا، هو الذي يتحكم فينا تحكما مباشرا لحظة بلحظة، يتولاها بنفسه. والملائكة أسباب غيبية تتابعنا بأمر رب العزة والجلال، ألا له الخلق والإيه والأمر. يبقى المعية مش المعية فقط ليست محصورة في العلم. أصلا يقول لك أصلا معية علم يبقى أنت أولت، لا، ده معية عامة. والمعية العامة مقتضاها الربوبية والعبودية، يعني هو المعبود بحق في السماء والأرض وفوق العرش. إياكم أن تعبدوا غيره، إياك نعبد وإياك إيه نستعين. أنتوا فاهمين معنى المعية العامة؟ إحاطة كاملة، سواء كان مؤمن أو كافر، يعلم ما في المسجد وما خارج المسجد ومن في الحمام هو معه. معه يعني ترك عرشه ودخل مع الحمام، تعالى الله عن ذلك. فاهمين الكلام ده ازاي؟ يقول لك لا، ان ربنا سبحانه وتعالى لو كان في مكان، لا، المعيه هنا معناها ان ربنا موجود في الوجود كله. ازاي الكلام ده؟ في الحمام، هو فوق عرشه تعالى سبحانه وتعالى ان يكون مع الانسان كانسان مع انسان. وإنما هم يستخدمون في حق الرحمن قياس التمثيل والشمول دائما، ويتخيلون عندما يذكر الحق سبحانه وتعالى باسمه أو وصفه يتخيلون إنسانا. فالعيب في الأذهان وليس في القرآن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ دي المعية هي العام. المعية الخاصة اللي هي مقتضاها النصر والتأييد. إن الله مع الصابرين، لا تحزن، إن الله إيه؟ تقول واحد انا معاك وانت ما انتش موجود معاك، مقصود معايا انا هنصرك وهايدك. وده معنى قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع، يعني يؤيده وينصره في سمعه فيعصمه في سمعه، فلا يسمع الا ما يرضي الله، ولا يرى الا ما يرضي الله، ولا يتحرك الا في مراد الله تبارك وتعالى. وعندما نتحدث عن العلاقه بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه واراده العبد، وكيف اتفاق هذه الارادات يسمى توفيقا، ومخالفة العبد الأراضي الشرعية يسمى إضلالا، هنبين الكلام ده كله إن شاء الله عز وجل. فالمعية العامة معية أحاطة شاملة. عائشة قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، وبرضه وسع بصره كل شيء، ووسع علمه كل شيء، ووسعت رحمته إيه كل شيء. مش كده الصفات؟ يبقى هو بصفاته صفاته تصل إلى أقصى الخلائق. لا يخفى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. دي معية عامة ولا خاصة؟ قولوا معية عامة. أما المعية الخاصة فتكون للبعض دون البعض. فالله تبارك وتعالى يحب المؤمنين وهو معهم، ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم. وهو سبحانه وتعالى ليس مع أعدائه، أي لا ينصرهم ولا يوفقهم. مش كده برضو يا أخوانا؟ يبقى المعية الخاصة مقتضاها النصر والتأييد، أما المعية العامة فهي الإحاطة الشاملة. وكذا القرب، في قرب عام وقرب خاص. القرب العام بمعنى المعية العامة، والقرب الخاص اللي هو بيبقى من بعض الخلق: وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب. فمن أتى إليه فستجد الله تبارك وتعالى قريب. لكن المعية العامة زي ما يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لأن القرب هنا قرب نسبي. يعني إيه قرب نسبي؟ أما يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القرب هنا هل هو قرب الملائكة ولا قرب الحق؟ أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة يقولون إن القرب إن كان المقصود به قرب الحق سبحانه وتعالى فهو قرب نسبي بالنسبة لله لا بالنسبة للخلق. لأن بالنسبة لي أنا بينه وبين عرش مسافات. ولذلك العلامة ابن منده
يقول إيه؟ بيقول إيه؟ فهو سبحانه وتعالى موصوف غير مجهول. اسمعوا العبارة دي، أنا طولت عليكم شوية بس سامحوني، معذرة فضلت الشيخ. طيب. اسم العلامة. ها؟ اسم العلامة. اسم العلامة. اسم العلامة. ابن من ده؟ علامة. صاحب التوحيد. ها؟ المروح يعني برد اخونا الفريد طفوشه. اسمعوا العبره دي، خليكم اتحملوا بس شويه ونخلصها. بقول فهو سبحانه وتعالى موصوف غير مجهول، وموجود غير مدرك، ومرئي لا يحاط به، لقربه كانك تراه. فبيفسر العبره دي بيقول ايه؟ بعيد غير منقطع، وقريب غير ملاصق. يعني ايه بعيد غير منقطع؟ بالنسبه لنا المسافه بعيده قوي بيننا وبين العرش، لكن لا ينقطع عنك، واذا سالك عبادي عني فاني ايه؟ قريب. وهو قريب منا بالنسبه اليه، غير ملاصق. يعني ليس معنى القرب انه يلاصقنا. فالله تبارك وتعالى جميع المخلوقات بالنسبه اليه، زي ما عبد الله بن عباس ثبت عنه انه قال: ما السماوات السبع والارضون وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن الا كخردله في يد احدكم. يبقى هذه المخلوقات بالنسبه لله قريبه جدا، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. لكن بالنسبه لنا الامر مختلف، فالمساله هنا فيها نسبه. فاذا اضفتها للانسان فالله تبارك وتعالى عرشه بينك وبينه مسافات، وهو فوق عرشه. لكن تعتقد انه قريب منك، يسمعك ويراك اكثر حتى من نفسك. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ايه ما توسوس به نفسه، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. بالنسبه اليه كل الخلائق في يديه كخردات في يد احدنا. ده تشبيه بقياس التمثيل والشمول ولا بقياس الاولى؟ اسمع، بقياس الاولى. اي مثل يذكر في حق الله في باب العقائد يبقى لازم يكون بقياس ايه؟ الاولى. هل يجوز قياس التمثيل وقياس الشمول؟ لا، لا يجوز. طيب انا عايز اقول معلومه ثانيه بالنسبة موضوع النزول وما يتعلق بالنزول، هيحتاج وقت في الحديث عنه في مسألة كلام عبد الله بن عباس ازاي هنفسر من خلاله معاني حديث النزول. لأن بعض الإخوة بيسأل يقول لك إيه، طيب يعني ما هو ربنا على العرش، ولو كان بينزل السماء الدنيا سيخلو منه العرش، وبعدين حكاية برضه ثم استوى العرش. دي أسئلة أنا بحاول أجاوب على الأسئلة ضمن الكلام. مسألة النزول طبعا اختلاف الزمان والمكان اللي احنا بيناه، في ان في مكان غيبي ومكان مشهود. فهذا المكان الغيبي في اي مثل بيضرب في حق الله بيكون بقياس ايه؟ الاولى. يعني باب الغيبيات الامثله التي تضرب فيه بقياس الاولى، لكن في عالم الشهاده بنضرب قياس التمثيل وقياس الايه؟ الشمول. ولا يجوز في حق الله لا قياس تمثيلي ولا قياس شمول. فالله تبارك وتعالى في قوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، إما يكون قرب حقيقي بالنسبة لله عز وجل في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا، فكل شيء أحاط به علما ووسع كل شيء علما، أو يكون القرب قرب الملائكة، لأن الله قال بعدها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال إيه؟ قعيد. فهنا قرينة دلت على أن المقصود بالقرب قرب الملائكة. والقولان في مذهب السلف قولان صحيحان، إما القرب قرب على حقيقته، أو قرب بمعنى قرب الملائكة. والقرب اللي على حقيقته من فوق عرشه سبحانه وتعالى، مش قرب بمعنى قرب إنسان من إنسان أبدا، ما تخيلوا هذا ولا جاء في أذهاننا. ولذلك إحنا بنقول إن معاني التأويل المعنى الثالث منه فاكرينه ولا نسيتوه؟ صرف اللفظ من معنى الى اخر، بس يكون ايه؟ بدليل. طالما في دليل خلاص. بقول اهو ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد. فالمقصود بالقرب قرب ملائكه، والذي امرهم وكلفهم بان يتابعوا احوال العبد. يبقى القرب قرب ملائكه، نعم ممكن يكون. لكن ما تقول لي تفسر لي تقول لي استوى استولى، اقول لك الدليل تقول لي قد استوى بشر على العراق. الاخطر النصراني اللي بيقول، وده عصر بعد الاحتجاج، هيجي كلامه بعد شويه نبقى نتكلم عنه في المحاضره القادمه. اما ما يتعلق باستواء الله على عرشه في السؤال ده، هو ما عادش طبعا في حاجه ثانيه باقيه. هل يصح ان يقال ان الله قريب من عباده بذاته؟ ان كنت تتصور ان ذات الله كذات الانسان لا يصح. اما ان كان الحق سبحانه وتعالى بذاته من فوق عرشه قريب من خلقه فهذا صحيح. لكن لا يعني من ذلك ان ربنا ترك العرش وجاء الى المخلوق واصبح بجواره، لا يقول هذا الا من يتصور في الخالق ان هو مخلوق وان هو استواء المخلوق.
الممثل يعبد ايه؟ ما تنسيش الله يبارك فيك. انا عايز اتكلم عن بعض الاشياء المتعلقه بهذه المحاضره في التعبير بثم استوى، وايضا بقول هل معنى الاستواء على العرش صفه فعل ام صفه ذات. انا قلت الكلام ده قبل كده، العلو صفه ذات، فالله عال على عرشه قبل ان يخلق السماء وقبل ان يخلق الارض وقبل ان يخلق كل شيء، عال فوق كل شيء من صفه العلو ومن اسماء العلي وايضا الاعلى والمتعال، وهنفصل الفرق بين هذه الاسماء لعل يكون في المحاضره القادمه. فالعلو صفة ذات الله عز وجل، والصفة الذاتية عرفنا الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ صفة الذات صفة لا تتعلق بالمشيئة، صفة كمال رب العزة والجلال. صفة الفعل تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، تتعلق بالمشيئة والقدرة، وهي صفة إذا ارتبطت بالزمن بتبقى فعل. فالله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، فالله استوى على عرشه كوصف فعل، وهو علي على سائر الخلق وصف ذات. ثم استوى على عرشه كان قبل العرش عال على كل شيء، فلما خلق العرش وخلق الإنسان واستخلفه في أرضه، والإنسان حيبقى له ملك وحيبقى له عرش، ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يستخلف الإنسان استوى على إيه؟ على عرش. ولذلك قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فلو طب قبل العرش بقى كان فين؟ تقول كان عال على عرشه. فالاستواء علو، وليس كل علو ايه؟ استواء. انا شرحت ده بكده اظن، مش كده برضه ولا ايه؟ ما شرحتهاش. يعني خليني اضرب لكم مثل، المثل ده بقياس ايه؟ ها؟ قياس الاولى، افهم كده. انا ما اضرب لك مثل فيها كبشر، انا الان مثلا اقول انا مستوي على هذا الكرسي، لو كان الكرسي ده بقى كرسي الملك يبقى ده استواء على العرش، لان ده يبقى الحاله دي بقى كرسي بقى دي اسمها اريكه على فكره، الكرسي المقصود به كرسي القعده اللي بيبقى تحت قدم الملك عند استواء على العرش، الكرسي الصغير بتاع البيوت اللي بيحطوه، الكرسي الصغير بيقعد عليه الحريم وكده يعني. فهذا الكرسي هو ده اصل كلمه الكرسي في اللغه يعني. اما هذه تسمى اريكه، لكن لو كانت للملك تسمى عرشا او سرير الملك. فبالنسبه للمخلوق لو واحد مثلا جالس على الكرسي الان فنقول هذا مستوى على الكرسي كمخلوق، لكن لو كان في الدور الثاني واقف او جالس فهو بالنسبه لهذا الكرسي عال عليه غير مستوى عليه، مش كده برضه؟ يبقى العالي على الشيء لا يلزم منه الاستواء، لكن لو مستوى عليه يبقى في الاستواء والعلو الاثنين مع بعض. فهمتوها ولا صعبه؟ يبقى الاستواء علو وليس العلو ايه؟ اتفهمت فيكم كبشر؟ إذا كان ده مقبول في حق الإنسان ومعقول يعني العقل بيتقبله، اشمعنى عند ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يقول الرحمن على العرش استوى أو خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؟ يقول لك لا يا عم ازاي الكلام ده؟ طب هو قبل العرش كان فين؟ مش عارف. نقول الاستواء وصف فعل. الاستواء وصف ايه؟ فعل دل على العلو. والعلو وصف ذات لا يلزم منه وصف الايه؟ الفعل. فالاستواء دل على العلو والعلو لا يلزم منه الاستواء، فكل استواء علو وليس كل علو. فهمتوها؟ ربنا يبارك فيكم. احنا ان شاء الله هنتكلم برضه ولا زال الحديث موصولا، ان انا حاسس ان انا طولت يعني والاسئله كثرت. الكتاب توحيد الصفات هنتكلم على مناقشه الاراء التي تعلقت بمذهب ال الشبهات التي ذكرها الأشعرية والمتكلمون في مسألة نفي علو الله عز وجل على خلقه. اللي احنا في الحقيقة كتاب توحيد الصفات احكي لكم قصة حلوة من باب يعني الفكاهة البسيطة قبل ان اختم. انا كتبت الكتاب ده هو بتاع توحيد الصفات تقريبا سنة 91، يعني بقى له كم سنة تقريبا؟ حوالي 17 سنة. ده كان تاني كتاب، كان قبله كتاب توحيد العباد. فالمهم اللي حصل في كتاب توحيد الصفات وزعناه مع الأهرام، وكالة التوزيع بتاع الأهرام وزعت الكتاب، فوقع نسخة من الكتاب في يد واحد من مشايخ أنصار السنة، كان هو مين الله يرحمه؟ الشيخ إبراهيم شعبان رحمه الله، أظن فضلتك طبعا عارفه يعني، أين بتاع المحلة، فضلت الشيخ إبراهيم شعبان عضو المركز العام لجماعة أنصار السنة. أنا ما كنتش أعرفه طبعا، هو كان عنده أيامها حوالي 75 سنة، سنه كان كبير يعني، من المؤسسين القدامى في أنصار السنة. فالمهم انا يعني في يوم من الايام بعد حوالي 5-6 شهور من طبع الكتاب دهوت فوجئت برساله جالي للبريد من الشيخ ابراهيم شعبان. فبقرا الرساله لقيت فيها قصيده طويله عاملها الشيخ ابراهيم شعبان، هو كان متخيل طبعا، انا كان عمري ساعتها حوالي 26 سنه. لا يعني اقول لك،
فبحكي لكم القصة كما وقعت يعني. فكتب فيها قصيدة طويلة، قاعد بيمدح في الكتاب وعامل قصيدة، بدأ القصيدة بيقول إيه: الله فوق العلا رب ومعبود، جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. هو كتب كده يعني. فالمهم القصيدة فيها دي حوالي 30-40 بيت على ما أذكر، مش عارف الرسالة لسه عندي محتفظ بها أو إن هي فقرت مني بعض الإخوة من الأقرباء أخذها. أنا كتبتها في مقدمة الطبعة الثانية. فهو بيحكي فيها إيه؟ قصته مع المعاصرين من الأشعرية وخصوصا الشيخ طه عبد الله عفيفي، فرأى في الكتاب ما تمنى أن يقوله على مدار عمره، فأسعده سعادة كبيرة جدا جدا. المهم بيقول إيه: أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغي منشود، فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود، معاشر العمي عن ضرب الهدى مهلا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا، لا تركنوا لخواء أو لذي حسب، فالكل يفنى ورب العرش موجود، مات الجوين والرازي على أسف، إذ أول النص والتواب معبود، والله نرجو أن يهدي لنا إخوة طه العفيف ومن حاكاه ليعودوا إلى الصواب بإثبات بلا كيف ما أثبت الله أو في الخبر إيه موجود. هم كتب رسالة في الآخر بيقول لي: أنا أتمنى أن أراك قبل أن أموت. كان الدكتور الوصيف حزة رحمه الله، أخ صديق وكان معانا في فرع أنصار السنة في الجمالية الأقهلية، دعاه في محاضرة، قلت له الله يبارك فيك، أول ما يجي الشيخ قل لي، أنا كنت ناوي أن أروح أزوره في المحل. فجاء الشيخ إبراهيم شعبان فعزمته عندي في البيت هو والدكتور بعد ما الأسبوع الثقافي يخلص، فجوم عندي في البيت. هو طبعا كان متخيل أن أنا راجل كبير في السن قوي. فجاء أول ما دخل البيت فبقول لي: يا ابني انده لأبوك. الدكتور الوصيف طبعا ضحك في نفسه سكت، فقلت له: حاضر حده له. قلت الشيخ: اتفضل بس الأول. جبنا العشاء وكده يعني. فبقول: انا عايز اشوف الشيخ اللي كتب كتاب التوحيد الاسماء والصفات. فقال له: جاي هو اتعشى الاول. فقال: والله ما انا واكل لما يجي. قعدنا اتعشينا، فالدكتور وصيف بيقول: هو ده الشيخ محمود. قال: هو ده. فوقف الشيخ ابراهيم الله يرحمه وهو بالحضن وبتاع، قال لي: انا كنت متخيل ان انت راجل اكبر مني في السن. قلت له: والله يعني الامور بتيجي كده. فقلت الشيخ: والحمد لله يعني ان ربنا سبحانه وتعالى وفق في كتابتي. ففي بعض الاشياء ضروريه هعرضها من خلال ما جاء في الكتاب. في الحقيقه الكتاب لم يطبع مره اخرى، لان هو طبع الطبعه الاولانيه توزعت مع الاهرام، والطبعه الثانيه طبعها دار نور الاسلام في المنصوره، وحتى الان انا ما عنديش نسخ من الطبعه الثانيه، فهو موجود لاخواننا يجيبوه على اساس اللي يعرف يجيبه خير. ما كانش، احنا هنعرض الابرز ما فيه، وان شاء الله هيذكر في المحاضرات لاحقه باذن الله تبارك وتعالى. انا حبيت بس اذكر لكم هذا لان الشيخ ابراهيم شعبان احببنا ان نذكر الشيخ ونترحم عليه، لانه رجل قطع نصف قرن في الدعوه الى الله والى توحيد الله عز وجل في جمعيه انصار السنه المحمديه. ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويرحمه جل جلاله عما يقول العابث المستهتر. سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر. سبحان من أرسى الجبال فلم تمد أبدا بها أرض وتطغى أبحر. سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر. سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر. سبحان من أرسى الجبال فلم تمد أبدا بها أرض وتطغى أبحر. خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر. آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر. خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر. آيات ربك يطمئن ويهتدي
بظهورها القلب النقي الأطهار. سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر. سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر. سبحان من أرسى الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر. سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر. سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر. سبحان من أرسى الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر.